بسم الله بسم الله، الحمد لله، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منها، من أحوال أهل النار ومن أحوال أهل البدعة. وكتاب كان يقيم كها بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقري الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله رحمة واسعة، وفي ميزان حسناته. الله إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلهي ويري أسنى علماني أسوق تغاهاين يكون كوري يكون ما تجوغ إن طول المتين طول النول أما طول إلهي في ميزان حسناتهم إلهي هيانو أنا أنا إلهي يكون كتاب في السنة فهم أكو نقم أكو عمل فلا الراعة وحي كرّي وانا كهارو وحي أمرين فرطومو وفريو الله أنا قد إلو أكو عمل فلا أخانا نكو بدبالي إلهي وبدبالي وغد إلو ما لا إلى عمان يا أولاد يا ملة يا وحبك ترى إنه يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني لكل امرئ يوم إن شأن ويغني إلهي ويري وقفك عمل كيس أم وحتر هيا ما عمل كيس أم ما وحكوها ما وحكوها هيا مال يا أولاد يا مال منا وحنا نقوم هنا هيا يا إخوانا نقول ما كل ما نه نفترض أن وعمل فلا أمتنا جارسيو درسي ودرسي كونتون iyo sideedaad weeyaan waa darsigii konton iyo sideedaad waxaana ku jira juskii u dambeeyay oo afraad ayaanu maraynaa waa juskii konton iyo sideedaad weeyaan وعن أبي عبيدة وحال قومني عامر بن جراح رضي الله عنه قال وحول أبي عبيدة عامر بن جراح ما سمعت وان مقلوب الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ما كان مقلي يقول رسولك إلهي أوله وشيء هيا أوران هيا يجير وحا مغنقليا على المسلمين مسلمين بعضهم قار كون يا مات مغنقليا هيا قال هيا يجير وحا مغنقليا على المسلمين مسلمين كار كون مات مغنقليا يا أماك يا قال هيا وحا مغنقليا قال لنا سين هيا وفك ذمك أما معاهد كا أما مسلمان كا يا مات بعضهم قار كون أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ما صاري ما نتنوى في إسناده هنا ضعف ساسو لي لك يا حديثكو وحويان رواية مدن أو صحيحة يا حسنات اسكو جيرو محسنة أو محأبا جيرو كوا ساحو جينا يا حديثكو ضعيف معها وحسن ويان حديثك حسن ويان ضعيف معها سنو الشيخ أبي عبيد بن جراح قال وحنا رضي الله عنه سمعت وان مقل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله يجير وحابت باديه وما ينقليه وما معاهده يوحي الله سمعيه أما سيه على المسلمين مسلمين الدشارة بعضهم قاركون مالين هاي ووك مسلمين إبنين هل رك هاي دمر هاي هدوير أدتك ليه أما أمدا أما شخصيا أنا أما سيه يا الله تعبني إلا واحد قد بماوا إلا حشمية ولا قدريا oo amaal siiya suulin taas oo amaal u siiya oo magangeli u siiya waa in maaradho dadka ama qomka qofka asaga ama dadka uu magangeliyada u siiya oo amaal siiya waa in uu ixtiraama oo la oran ama adin naaga tahay ama adin maxaa tahay madaxweynihii iyo wasiiradii xildhibaanadii iyo dawladdii iyo maaradtay ma eena sameynin ma eena ogeyn ayaga ama magangeliyad bixin karo ama diidi karo adin maxaa tahay lama oran hayo ما الله أوران حيوه وإنه احترامه وف مصر من الكمبيدة هدو ما من قليدة أوبحيه أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف ما رأتني ضعف ما يحديثك وحويان وحسن ويان درجة يسو وحسن ويان يدل الحديث على أنه يجوز لبعض المسلمين أن يعطي أمانا للكفار قال لنا إني أمان سيان ومن قليل إيه سيان ويأبنا نهي أو يكون أمانة نافذة وحونا نقول أمانة من أقنقان يسا مقبولا أو لأقبال هيا وما رتي
عند جميع المسلمين المسلمين لما تون لا احترام هيو ولا ولا اقبال هيو وفي يحرم والين حفر ذمه ذمه يس حفرهم في ذمه ذمه يس قفكاس الا جميع ما لو وقع يورد اعمال امن امن يس الا ان الا ان يكون فيه ضرر على المسلمين مول وفك امال نسي وما ينقلنا نسي حدي مسلمين نباتي يا وحي اوكي هيو او بلد يا وحي لا لا وكبحيا ها مركا والله وكبحيا لكن نور اسن وكبحين وان مارتي منك امام كوسي نو احتراما ولو تانجليا مسلمين قادس مسلمين اعمال سين اسن وقال يا اما يا اما سين يا قال كامال سين وقف مسلم هتو امال سين ها هذا اللي قمت وكيني كارو مسين كارتين لما اتنين كارو لما قبسنا ايو ها مسلم قاعد موقف قاعد قاعد كأماس وللطيانسي من حديث عمرو بن عاص حالو كمين يهين يجير على المسلمين أدناهم قفك أغير أغل إذن أما حق نقال نقال أهان أما حق أقونت إيا علمي أما حق دأده أما حق ما لانقام لمدي إيا قوميان يردن ير أو أوك الشيء انت وأدنه وينقل إيسا قفك يعني أقول لي ما نقوسك أغتر يركب الشيء أما أغد أير أما محاق أراي أغو أقول إيا وحير ما رثي حدو أقف أما سيو ما لا يد وقالي حيو آه ما الموقف سيو وإن الموحش مليا وإن المقدر إياه ومحل السيو آه أما الموسيا آه نغو تاغيرا كب محل ما أراي يعني أما عنو يرباتاي أما ما رين أولاندا ولغا في عيا لغا روي هاي لا يصل حقنا آيات كسو جيداي واحد أمان سي أدي أما أمان كنول محل أمان جنينيسا أدي ما ماشي ماينورتي ما تكون تاي ما لا أران هاي ولي طيانتي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين مسلمين لو حمان اي وما أم ينجنين هايو وما ينجنين السوقان هايو ووكيل المسلمين أكن نغنية أدناهم مثل مارتين وغير وما نغدير أي مارتين ويحسن الحديث كاسكنا هو حديث وصحيح وحديث كي هو رواض ضعيف الهاية رواية لها ما حديث تاقير هايو وحوجين هايو أيو كمين هاي كان كأغير مارتين ما أغوين هايو وما نغتر هايو كسو جيدة وميات نغتر هايو أما أغد هايو أنا ما أعرف تين أقول لي تقول لي تقول حاطنا عقون درئية حكم الله عالية تقول أنت هو أنه فسير كان أدناهم هو سين وفي صحيحين مسلم البخاري لو حاكم صغا عن علي رضي الله عنه عن ابن أبي طالب قال وحوري ذمة المسلمين مسلمين الذمة دوني هي عهد يقود واحدة هالويان هل ملوك سوى الجيدة هل ملوك ودى الصعودة يسعى بها وحا أقوم هايو وأشقينا وستاق هيا أدناهم قفك ما تنقوحو سيا وما تنلان قابسك وقل لي تو ما تنقوحو وقل أقليا كاسة وقضى ما نقاله وأمانة دي أقاله عهد دي أقاله ما ينقليا دي داد أولاك قاله وما تنشيس أولاك قاله ما رتاي ما لقد بتاق هيا ورلق مسوعدين هيا وإن المتاقيرا وإن المتاقيرا كان صحيح ويا صحيح ويا وفي صحيحين مسلم البخاري وحان كسو اروري او كسغان عن علي حديث علي اولي عن ابي طالب رضي الله عنه قال علي وحيني ذمه المسلمين مسلمين عهد قود يهشيس قود يوحي قود مبدا قود واحده من ويان هل مل بمارتين كسو ودا قادن هيان اي كسو ودا جيدان وحيس خلاف يا وحيس غور ايمانيان يا وحي كو كلا دوينين ما جرو يسعى وحا أشقين وحا ستاقين وحا أقومهين يا بها ذمنا عهدك أيضا أدناهم ووكيل ونقونهين مسلمين انت ولك لأتنا كان أقول لي كأهد أيضا وأقوها وسيئي ما أما داعهان أما تراهان أما أغلئي مسكحان متكلا ليدو وأقوها وسيئي هدو قادو رأي يدوم روحو دونا هادو بسوية انت كذلك وإنه وصبوت كريساء ويكو تاقيرتا ويكو وافقتا ويكو حشميسا وألغا هو الإيمان وهي عادي قال وحمك مجرى الله أرنه ألا برلين والأمان اللي إرنين كبحار الله أرنين صحيح وي حديثك أصيرا أصيرا وصحيح وحويان مسلم البخاري أيا صوت سالي مركو كوان أرنب حديثك لاي وضعيف أولها أيا ودحوجين هيو ويا يسكو معنيه ومحريكا وكقال وتاقيرسا وفي صحيحين وزاد وحو زيادة ابن ماجه من وجه آخر
ويجير عليهم أقصاهم متك أقف أقفتين أو ميل تير جيرو حدي أو جيس كجيرو أو برتمها مسلمين إيه أما كون نولين حدي أو قادو ما تي بسوية مال أرهي لنكاسو داد كالو أما تحدي جاي هاي أما ما تي جيس أو دي هاي ودن كي إيه أمد دي إيه ما تي تلاضو دي إيه مجتمعي إيه ما ما تحدي جانا ما بكون أحد جانا طالا إيه وإحنا لما قايم سنة ميل كوري أو كالي قد جاي هاي ما تي وركيسة وحكا سوقان مالي عادي أمان كو قادي لما تقن جانيني مال أوران هايو مال أوران هايو وعلى تقن يغفر دوما مسلم أوي هاي ومسلم مديسو عاد هاي نوعو دونها أحانو رأي هاي دومان هاي وف ما بلشاء لحظة الاحترام كل هاي وعام كو وف الاحترام كل هاي هاي واسكو مدوية مسلمين عهد يقولوا وامد ويمد متكسر رأي وعهد يقول هم القاضي ما يا عهد يقول في عن أو يا لقدم بينا يا أو لقدر يا أو خلاف يا مرم يا لقدر كيرين يا لا إذا رير هبل أما هبل أما هبل لا هي قاتل ما ملا أوران هاي اسكم دوي مسلمين عهد يا قادان وحي وكان دويهين مجيرو اسكم دويان واسكم دويان ساس ويان وفي صحيح أسيقنا صحيح ويا حديث كأسنا وفي صحيح أقصاهم متك أقفا أقجيسي أقهريريا ماشي ودن بيد كان هدو قانا وكاسانين وفي صحيحين من حديث أم هاني أم هاني وعليني بنت أبي طالب أم هاني وحويان علي أبي طالب أيان لقلت ولا شويان علي لقلت أم هاني قد أجرنا ومنقل للأجر رسول صلى الله عليه وسلم من أجرت لكان ما ينقل شيء قفك أدو أمان أسيس أم هاني وما ينقل يعد أفدي شيء وما نهشيس ألقى شيء وأسور نوي شيء وأمان سيس لما تدي وحي قال لا نفتي سي مالكي سي عرضي سوا الدفاع وما ينقل يعد سيس أنا قلنا وانكو تاقير أنا قلنا ما ينقل يعد وانكو سي وانكو سبوت كرينو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وانكو تاقير وحي المكة وصلة في سيدان نبي وقف سني ayaa niman nin dumaashigeediya nin oo ninkeedu oo maal wiilkeedu ninka ayada qab uu naa hore ka dhaliya mid ninkeeda ilma adeer ay yihiin ayaa gurigeeda ku soo calalay oo waxa yiraahdeen adaan magan ku nahayna badbaadi gurigeeda soo galay ani waa arkay markuu ka soo dabaqay markaas ama gurigaa ugu soo galay oo gurigaaga ku dhaxlaanaya oo dhiggooda iyo wixii oo ka wasaqay alaab iyo gogosh iyo wixii oo dhan ama banaan ku soo saar waanu ma aragtay banaanka ku laanaya أن كل هذا يعني مركز يوم واحد من ماي لمن كانوا من جنيه من جنيه أن أفديه ما بتعبني شيء أما كان ما إيه قول يا كسر على ليه ما جم إيه ليه ما جن إلا واحد قط بما أها بني آدم لما ما أها عني وإنا استوى إلى الله يا ماي أدي ناق ما تاي يا كوب بني يا ضار ناق إلى ما من جنيه أن ما رتاي أدت أقعد أدي يا ما يا مسؤول لغاية هاي وحش قاين يا ماي يا ماي مركز يا عرتي أو نبي أتر waxaa la saasay jirto ha ani ma arinta ay weesto laba nin oo maartay in kan minna oo ninkan oo dhale minna in adeerkeen in adeerkiisa oo guriga ku soo calanay oo amaan galiya si oo man galiya iga codsaday ayuu cali rabaa inuu meesha ku laayo rasuul allah markaas uu nabigu u leeyay qofka aniga oo muhaaniye amaan galiya siisay anaguna kugu raacna ani warkiisu ma jiro ma shaqaynayo ka bax ku dhay saas weeyaan واساس ويا حديث واساس وا انت انت ايون كسو جاري او قيام مو كسو قاتي وما ترسون وحونا افكار ادي مغان غليا سيساي انا ونا وانو مغان غليناي مغان غليا وان كولا سيناي وان كو وحشمينا وان وكا مر رك يا دمر ما لها كلا قاد ما لها ها وفي صحيحين مسلم البخاري وحا كسو اروري من حديث ام هاني حال مكمل يهي قد اجرنا رسولكم وحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا وأنا ما ينقلني عهد أمام ماسين من أجرت أما المهاني عدي عدو أما ينقلني أسيس أفرس أنا أقول ما ينقلني أيام خولة في ذلني أيام خولة في ذلني ويان المهاني وعلي هي بنت أبي طالب ويان أخت علي ويان رضي الله عنهما أجارت ويان يوم الفتح رجلين لون ومن أحمامها حائمها قرابة إذا أرنك إذا أيضا قبا قرابة الله منا أصنع الأذالين منا المدير وجاءت النبي وأتب صاعدة تخبر إذا أور ميزة أن علي علي أخاها ولا الكين لم يجز إجارتها إنه لا أقبل عن
يا مارت لي أما سين فقال لها النبي يوحنا صلى الله عليه وسلم ذلك وركاس يرى قفك أدي أما سيسي أنا وأنا أم هاني أما أما سينك ساسك يرى. وعن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب أنه عمر سمع أم قلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أيوك مقلي يقول رسولك أشيك هيا أولي لا أخرج أن اليهود يهود وأن كسار هيا يهود يا والنصارى النصارى من جزيرة العرب أنا ما تقارد ده يا ديجان كده يا مامل كده يهود يا نصار يا وانكسف فينا يا ابن عمر وانكحاقا يا وانكترترا يا وانكسف فينا يا وانكسف فينا يا ها حتى لا أدع إلا ما أنا كنت نافن إلا مسلما أفلا إله إلا الله محمد رسول الله لمويانو قف كلا ما تقارد ما يكون نوشه عربت يكون نوشه جزيرة ده يا مارتي عد كانوا كنا على ليس مجرته ها وانا انا مسلم اهل مسلم ام انه كنا على هذا عيال لو قلت لك قال ها انه حكومه اسك نام انه قتل اسك نام حتى عسو او شعب انه كنا على هذا وانا لا داري وان كحاق يا وان كترتر يا وان كدمر غون يا يهود يا نصار ما حكوا اراي امانه جزيره العرب امانه العرب ما تقارت ده يا جيس كده نورك ايدو اي ايدو اي وحسن هاي ما حكمته ما مشه وان كسفين هيا اه انا هذا ما مسلم يا جرا هذا ما 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 يا مو يا افكر شيء شو مو يا مهاجر ها افكر انك ما تنهي اه ما كم انا عمر ما يا ما رسولك اسو اسورت غني ايو غير يود عمر بن الخطاب ما حلقيسي اياك ودا حاقي او كودا راني وهلكا اي حدود لا شام يا يا ميلها اسكتوري او يا جيي هذا ما ولا رفي وعن عمر رضي الله عنه أنه عمر بن الخطاب سمع أم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله لا والله لا أخرجن كسارة أو كسارة أو كسفية أو كسفية أو كس كتر ترى كحاقة اليهود يهود يا والنصارى نصار لو أن أهل الكتاب كذا تيلي روا لك سارة هي كوي وثري هاي بجوسي جي مشركين نية حكى حال كود الجوجا لبني أمرنا ووحي قورعان هلا عنا وحي قلان هلا عنا قبل هذا أنا هلا قور سدل ليني هدي سال ليني كوي كان إنتاج ولا كمر حال كل يا وانا صار وانا من جزيرة العرب أنا قارت لي يا ما لي ديجان كذا ما وان كسان هي حتى لا أدع أنت أنا كنت نافين إلا أنا كجتكين إلا إنه كنا على هذا ودكانات إلا مسلم قف مسلم يرواه مسلم حديث كإمام مسلم أيها صوصاري هو حديث صحيح وياي ها ها ما في روايه هاي ساس وياي ما شغل اهان اي عمل اهان اي تجاره اهان اي وصا ايمان كان لكن ديغان اهان اي وحي الى كسميستان ما ويدين تاس من محل الدين هاي. وعن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر وحمر كان الاموال بني نظير هي بني يهود هي بني نظير لفتا أيلا يهود ستح مئة وخمسة بنو نذير يا بني قينقاع يا بني قريظة يا بنو نذير يا بني قينقاع ستح ناس وخمسة سنوات يا مارت لا يا بني نذير أم ياشوني مما كيم يمكن من نقد مال كاسو أفا الله إلهي وقع عنكني على رسول رسول كيس وقع عنكني أو مما حالك من هاي مال كاسو إلهي رسولك وقع عنكني لم يوجف على الغو التاجن الغو ويررن عليه وعلى مالك قبس شديس المسلمون مسلمين بخيل فرد اين كويرر ولا ركام جيل اين كويرر او فكار وحي وهات للنبي النبي وهات خاصه وحي نوع عاسة والغد من الغد داوع من دلال اون كتع الحق حقا ان الداوع هي لما شملنا اين كسو غار او اي كعرارين او مالك او ماشي مود يرنول اسك داسن او لغا عراري لا هيلو وفي ما لينراو إلى المسلمين أسوهم عن عني في مرة وحالون يري يعني مرتي هروة قالوا حق ما إيه لها مسلمين لها وأبادي أما حول مسلمين لها حوغي أو قالوا قعدت أقلي أو كانت نوكت لغيهي في وحالون يري أمين ما رجع الله إلى وحي أسوه عني ها أو كم ما لي واحد سوه عني وحي كم قد مرتي هروة أي حق لها أي مسلمين أو إلهي قعدت نوكت أسوه عني عمل وياه مرك المسلمين قالوا لنا إني أرضنا كنا على أنان هنتيني سيا وحني سيا إني نفسدان ما من لو قتل ما من لو قتل قنيم ها لو مو قتل قنيم المسلمين لا لو قتل قنيم الدنيا إني مسلمين في الحكمان وحي ما نفائدي يا هرم مر يا قال أنا مسلمين قعد كنا وحي كسوها المسلمين لنا وحي يكوهاس نال
او ايغا ما عرفتي او تنين هيان حكومه هيان اي ما وحي او قلانان اي وحي بيدار وسيان او ما عرفتي la siinaya weeyaan mooyaane inay adduunyada gaaladu ay xukunto manaaficdiisa wixiigiisa ee la soo baxdo ayadu ay xukunto ayada lagu hoos noolaado taasu mamnuuc weeyaan waa mamnuuc waa xaaraan weeyaan ma la ogolo laakiinse aaway dadkii u diini lahaa oo sameyn lahaa aaway meesha indurus la yiraa maanta 800 muslimiin xukumaya markii mamalkii kala qayb sameen oo kale waxeeyeen oo ayagii maanta oo qoni iyo reer reer isku soo jeesteen ayuu cadawgii gaaladii ka faa'iideys waasna maanta taagan ah iyo waa dibigii gududna iyo dibigii cadna iyo dibigii madawaa weeyaa ha waxa ay dibigii gududna maanta labadiin uu cadaw idinku yahay muslimiin waa labadii wadan oo muslimiin waa xalay wadankan aduu muslim kuuna anaga hum iyo dhaqaani wax ka isku siinay iska cilin hadda iska cilin kareen anaga ku taageerayna anaga ku garab taagan أنا يا مات أكو حيلين وايا وكا وانتك سوا ساسا وادبي قاعد لا يدبي يقول لا يدبي قيمة وويا حتى ما مت من دباح ومات وتشان أي وما وكو كسيرة تدوك الوي حتى المسلمين مسلم مجرى مات قشم مجرى مؤتة وادنب إلا إلا دولة مسلم مجرى وحارة مجرى ممنوع ويا دولة لا كتاب كي صلى الله إيه نكو حكميني لما إيه كانت دولة مسلم أو يا أدوك مات كجرنا هل دولة طالع أي مجرته شعب او مسلمين او جيران دات شعب او مسلمين انا باهم كتاب كي يصلنا لكن حكومه اسلاميه ادون كما كما جرتو كما جرتو الى اي بين قف كان كتاب كي اسكو حكم وا ظالم وا فاسق وا قال حكايه ايات ايات انت لغا مرهيا معود هاي وسو دجين مرق الحال دستور إيه قال واح لغا سو كوبيس لغا سو من غوريه إيه وديال رير باديه او جاهل او ما دحار كي كادو اسكو دقينيني وحي ايو مسكح نوني وحي نوني كاكينين مال لغو قران هاي نسكو حكم هاي وانا سيب درويا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحوري كانت بنو كانت وحي اهل اموال بني نظير مما تيمة يوكا من اها عفا الله الى يوسوك عن قنية على رسول رسولك ومما كي كمينة لم يوجف انا لغو ويرارين لغو التاقين عليه مال قاسيا قبس شديسة المسلمون مسلمون بخيل فرد كدولين انا كو قبسني يعني حق انا قبسني يا دغال ولا ركام جيل ما الركوب انا اللي ويرني فكان وحي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاص سبيشال او غار حاله ما النبي وحي فئه نبي خاص له ها هي خاص وتحي او فكان وحي هذا النبي ينفق كل نفقه على اهل اهل كيسه نفقه سنه وحي اوغا كيدين جري اي هل سنه وحي ريركيس عني لها اي اهل كيس عني لها ayuu maal ka faa ayuu meel u dhigi jiray ugu xareen jiray oo ayuu keed uga dhigi jiray ha hal sana waxa biila lahaayeen ha fa kaana subaru wa sallallahu alayhi wa sallam yunfiqu ki nafaqa ala ahli ahli kiza nafaqata sanati hal sana waxa masruufa lahaayeen oo ay cuni lahaayeen ee biila lahaayeen wama baqiya wixii soo hara ha waxa hal sana heerkiisa ku filan wixii ka soo haraya jacal uu yeelay fil quraaci qobabka quraac iyo wasilaahi qobabka عدة ما لينه سالت مؤقت نهاية إيا كيد أي مؤقت نهاية في سبيل الله متفق عليه ودن إلهي ها كراع وحالوه من تعبير الجزء وإرادة الكل ما لغا ولا وحالغا ولا وحاوية فرده قوبب كود يا لغا سوقال قوب كان يمسع أكثر منافع نفع وحي مالها يعني ما لكن قوب وماشي أقومه يمسراه وكور دايا وقومه وكشرا فرص يا بغلاه إيا كشيهين هذا الوها يا قباب كائن لهن ما على الكرا مصعب كرا لما إرين كرا والوين كجرايين سلاسة ما نه من تعبير الجزء وإلادة الكل ما اللي يراه ما رت وفرده ما لقى وده القراء فرده ها يا والسلاح قبك ها سيفتي ورمه فلاتني توردي فما وكس وحيد قط قال ما هي منجليط وكس وهم قط ما مرقى إيمان لما دافع نقط ما هو أما هو بيه حلقة من جريقة إيه أديك سنجرين ساس ويان واسل عيدا كواس مارت إيه أقو قدي جري إيه دمان أصحابت وحي حال سنة هيركي سكوفنا وحي كالصوهر ومن مالكي في آها وحي قدي جري قلب كاسو قدي جري آلتنا أيو قدي جري سالة داس أيو أقو إيه يعني عيدا مدى وقو قدي جري مالك عيدا مدى إن هران لا سيه تبابو شايا إنتينا واحد عمو قلب كود خوف كود الراشن كود داود كود وحي كود عيدا واحد مجرين لا ديار سنو
يا لو باهي ما إنا مر يا واحد نعاه ما لها الله أرضه يا واحد روا على يلا لو بباهنا داد واحد اللي أنت وراك سو قال ما لسك سيم ما صح والله غفر تنا ساس لو باهي هاي ساس ويان ها يجعل ويلهي وما بقي وحيك صاهر نفقت نسرة إني وإلك سو نفقت إني نفقت هذا بيجعل وحوك يلهي في الكراع وعلى فرد وقو قد يجري فردين اللي قد قال لمهي معايا قفك الويلة يقفك فرسك قد قال لمهي اسكو واحتر معها ها اسكو نبات مجيسنا يا في الكراع وعلى فردها يو السلاح هبك ها نعيسا كالدول اي وقو قد يجري عدة رسوة سالة يا كيت وقتك يا والي في سبيل الله وسي ديارنا ودري الهي وحل قد فاعلها متفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عن معاذ بن جبل قال وحر معاذ غزونا دون لا مروا احنا مع رسول رسول الهي ايا دون لا ارى علي هدار هاي اصحابتي ها رسولك الهي دون لا ابحي تعال ابحي ايا اسرع علي خيبر خيبر مركي امارتي دون لا وقال هاي سرت كيت الضواد وسرت ابو هريره صوم مسلمي وسرت الضواد خيبر ايا رسولك اسرع علي فاصمنا قعدت اني فيها دغالك اسي اما خيبر غنما اري وان قليمه وهل اري اما اري واحد اتقاني ايان قنيمة ايان وهل فقسم اوقيبي اري اسي اهي قنيمة فينا نحدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك او نوقيب شيء رسولك نوقيبي هذان هاي اصحاب دي تقالما هي وعيد مدى طائفة لما لين طيب ما رتني ما قيب كمينة اري اسي قبل كمينة طائفة ايه قبل كمينة طيب كمينة ايو نوقيبي فقسم اوقيبي فينا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة قبل وأرقى قليما لها كمنا أي نوقف به وجعل أويل بقية إنتي صهرين في المغنم ما لدي قنوموين إيكال أي مارتي أي خدري قنوموين إيكال إذا كود الحي أي مارتي أي خدري مارتي أعطتك أن كود الحي لكن إنتي لقارك أها إلا سعودي ما ته قار موس اور ايران ايو نسي او عيدن كو هادو سريه او يي او عيدن كا سريه ده اي او الهالدا اي وخ سو بساساي او وخ سو ان ان هي اي ما ته وخ اي سو هلان اما كارتدا اما وخي قعد كو سو دغان اي ما ته اي سي كار هالين سبيشال او خاص يا وخ كار هالين او ابال مرين اي وخي يا ديري غلين يا مورال يا نيت او ستان كده ايا الله سينيا خولها وين او كلو سو هلينا حدو حدنا او قنيمدا اي ترد بدل دركي كان حدنا لا قيب سنيا وحنا ايغو غار او يحي ها متني هور اينو غار وان وجعل او يالي بقيتها خولها ايغا اي سو هلي اي مالتي او قنيمدا كسو في المغنم مال او ارغا اسغا intii uu nasiyamoy wixii kale oo dheeriga ah wuxuu ku daray fil maqnami qaniimadii weyne oo dadka ka wada dhaxaysay ayuu ku daray rawahu abu daud warijalu la ba'sa bi wa nasina u sheegay ragga eemaal soo saare eemaadne maad wax cilad oo ilayeen oo lagu duro ma jiro oo marka sida dalad xadiisku wa maadne saxiix weeyaan sidoo sheekh albaani uu sheegay ha ha sida ila weeyaan weeyaan وواحد وصحيح ويان صحيح ويان. وعن أبي رافع رضي الله عنه أبو رافع قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنيكم لا أخيص بالعهد عهد كما تشبين هيا قف عهد لا قال أما أنيو الله قال أما قف كلا مسلمين وأصحاب تكمل مسلمين تكمل حال الله قال هشيس هشيس كعسلة كجبين ما هي وكبرين ما هي ها هشيس كلا لا قال ما وقبح معايا وما تجيبين هيا وقبح معايا ساس ولا قوي إني يعني قوي النبي صلى الله عليه وسلم لا أخيس ما تجيبين هيا بالعهد عهدك إيه الشيسك الله لك يعني إيه أمان كي لسي قال أنا إيه ما رتاي وقبح معايا ما تجيبين هيا أما أنو الله قال أما عدك لها لك أشوى مسلمين أكمل إيه ما جيم أقول بحماية إنه أسوق بحموية إني أيوك بحان قال الله سموية ولا أحبس ما نحباس هايو ها ما علين هايو حبس ما جلين هايو الرسول رسوش ها رسول إرجال يسود رسالان قال له إيه نو سود رسالان جيل ما دي أنت أبسط حبس ما رتني هما أرونين هايو وما حر حر هايو ها أما إني ما رتني إذا قابل مين نأي برتي إنك الله أبسط أتنيك الله إذا الله نأي يا وحال إن الله فريسان إن الله اللي نقابلين
وان هشيس ان لا قالين مالها ايه وان اذ كان يسرينا لابتنا ما ارانينا انت قابلنا حبس ما تجينا وحي لي ما دان ايا جوابنا نسينا يا جواب وكوها بوت وما نتي ان ايا يلا سرينا ان ايا وحي مسلمين الرمان اي قاتان اي كوهوس نولادان او امرك المسلمين او سرينا كودنا او هوسينا ساسا لغو ودها اللعية سامة اوكوشي حدانا اوكوذين برتينا كل ابتان الليل وين الدينين اماد السلاء يسلاس ايان انا اوكو الله انا اذن كسرينا انا اذن حكومينا اماد اذن امان كيني اي وحينا انا قانين حدنا مسلمين انا هاي ما اوكوشي حدانا اوكوذين برتاك اماد كل ابتان الليل امان كودينا مدقليل الله روالا الالي ايا لما ماشو دي كل ابتان نوحد قد بمعي ساسويا وعن ابي رافع رضي الله عنه قال ابو رافع قال رسول صلى الله عليه وسلم اني انا لا اخيص مج منها يوم مبورين هي بالعهد عهدك وقبح ما هي اخيص اي لا ابطل مبورين هي ويا ولا احبس ما حني بها هي ما حباس هي ما نطي الرسول ارجل يا صوت رسالنا رسول شيء رسول شيء ما نوحى له ولا الا الرسول وحى لنا قف انا قفك اديك ستو ادرست وكيلك ادمات ادرست نقطه عالم يا رسول نقول يرا رسول وحويان وكيل الدرين ويان او فرنسيدو او مارتي وحويان رسول شو اي صادران قالوا اي صادر سنان رواه ابو داود والنسائي وصحاو ابن حبان ابن حبان او صحيح يعني واسدا او شيغي او حديث والين وصحيح ويان صحيح ويان حديث صحيح ويان ويدل حديث حكوته سيان على ان الامانه والين إذا أعقد والله فإنه يلزم واجبها يا مرقد إيه شيء لقاله هشيس كاس أوحرمي أوقنتمي سواء كان هايا من الإمام إمام حق نيسا أو ممن هو دونه أما قفا الإمام إهين هشيس كا هلا قاله أو هلا صحيح ذاتك أما إمام يا هذا أما يوري إمام هانو قف إمام كوس يا هذا هدي مر هشيس قاله قاله هشيس كاس أوقن كان وياه لما جيبين كره فلا يجوز والله هاي إلا واحد جميع للي ما دموي فلا يجوز من نقضه عادية هشيسك إلا جميع ما لم يخف حتى لا يعبسن منهم خيانة حتى قال لهم خيانة قال له غبقيني ما اللي جميع هاي هشيسك ولا يجوز من قتل المؤتمن واليني ما لتني مهتمن وأما لسي تلك مؤمنة ولا أسرو إما لمحابيس لا قفاشة ولا أفضل ولا استرقاق إلا أدوس مؤمنة ما إن الأمان ما إن العهد أمان وأمان إنما الدنيا ويان أيوك سيئ جعل له حصانة نورت مؤيان إما الرسول أو فيحرم قتلهم لن إرقال الله صلى الله عليه وسلم دلك ولي الله أنتون وحارم ويان وحارم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد أيما قرية كستو آتيتموها أسيسان ما آتيتموها إمانتان قرية كستو إمانتان وصوك الشان أو فأقمتم فيها أتكون لغادان فسهمكم سهمين يمشاركين يمات نسيبكين فيها قرية عيادة عياد كليدين وأيما قرية كستو عصت الله إلهي عاسسي ورسوله رسولك إلهي عاسسي فإن قمصها قمص كان وحين لقى قبصنا لله إلهي ماسكنا حوله لقى قبصنا شن ميلون ميل إلهي ولرسوله رسول كيساله إلهي يا رسول أيا شيرك يعني إلهي رسول كان وحين يعني مصروف وأهل كيسي وحين يسوأنا إلهينا ما نودني سي يا كلمات كيسي أيام لغو دفاع ولغو كريين هيا إلهي واحد بينا وقوم ما هيا يا واحد نقال وقوم ما هيا مجرتنا ما لتنا كلمات كيسي يا حق كيسي أيام لغو دفاع ولغو هرمانين هيا ساسا لي ولله ولرسولي ساسا لي ولا إمو يا إلهي بين وقالان يا واحد وقوم ما هيا مجرتو فإن خمسها قريلا أيضا خمس كادي وحين لغا قبساني لله إلهي أياس كان شن مين والحوني مرقين لغا ماشي شنان أفرت مين وانا يا ورسولي رسول كيسة ثم هي لا كم وحي كانوا صاهر او افرتي ميلود ما رتي ان اصحابت او عيدن تا ايا شاركوا او لين قيبن هيا او يا قانن هيا ها هذه ان سو دويان او ما ده مصروف كيني يا ما انجليه امرتي جرينتيني يا وحيني ايات كوليدين
إني إني مرتين جنيان إني صور نويان واحد بيلتان العنتان إني سيان إياد قرية دا أيادا أتكون إدهن هدين لك إسي أو إيا قادة وايتو إيا عاسسو أو إلهي رسولك إيا رومي وايان أما دقال أو إدين كده هرجمادان أو إيا دقالمان هدين إستيبان أو محاق أوراي إيا رانا أنا دقال مرمنا لكن ثا عشور بان بحنينا جزيا بحنينا أما هنا نسي إذن كنا حكومة ما نفترنا يا مالك أنا يعرضنا أنا إذا كمسلمين لا مسؤول لا حتى يرانا أنا يا مرتقات كني يا سوريا ديني يا وحيين يا ما يا عشور لا وحي الله يقعد هاي جزية الله يقعد هاي يا ما رتاي يا تكون هذه ها أنت الناس يجوا نرد بينا ناسا هذه الدينان إسلام ويانا عشور ترى أقولا ويا إنا بحيان إلا يا رسول الله عاصي يا مرتقات قال ما نقول قال هيا ها مرتقات وعلى الله هيا كركا لوت نيرنا هيا وعلى الله هيا ها مركا إذا تقال قد قال هيا ها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا وحنا أيما قرية قرية كستو آتيتموها أن مارثين أن إمادان وأسوق أن أن أو فأقمتم فيها أتكون لغادان فسهمكم سهمين ما ينسيب إني عرف كين يمحنين فيها قرية لا ستكون يدين وأيما قرية قرية كستو عصت الله عصت الله إلهي عاصي ورسول رسول إيزو فإنكم مساء لله ولرسول وعلى ثم هي لكم إنك وحيك على الصهر وأفرتي من إنك أسكال رواه مسلم وحديث صحيح ويا وإمام مسلم وصوصار حديث صحيح ويا قريال سيء عاصي ليسا ما قيل الشائع الرائع نجحان نائع بورائع مياه وعاصي حتى عاصي قرية الظالمة وحي أهلها ما لقوله لكن ما يشادك لن يا الله ولا مويان وماشا كنوني قلت إلهي يا عرني يا جيرش يا طيحان يا وحن وحما عاسنا يا عاقل وما مكلف وما يا وحن الغوانا يعني قريانا ويا قرية الظالمة أهلها ويا أهل كانوا الظالم وياي ها ما قريانا ماشا كنون ها أهل كمان تتكي كنون لا ما الغوانا ها يا قريانا نفتي لما وحن لها اللي هو عاسنا يا وتتكي كنت الله لا يا وح عاسين سات ويا ما حديثك وحاولي واحد صحيح ويان او امام مسلم وصو سالم ما لدهي ها قرية ما لدهي اسلم ما لدهي اهلها ما لدهي وفهاني ما لدهي لا تقسم ما لدهي ولكن ما لدهي تبقى لهم ما لدهي وما قسم ما لدهي ها اخر ما لدهي في بقية ما لدهي على كفرها وعصت الله الهي عاسسي يا مات وحياني ايا الله قيم سنايا كتاب الجزية جديان يقول لي أما عشورتي أيو مارتي أيو أباوي هاي إيو والهدنة هشيسكي صلحي وعوانتي ونحنالكي إسافقارتكي هدنة واتاوي هشيس إيو صلح ويا جديان روح ويان قالك مارتي هدني أو مسلمي وايو دقال لو أنا وإن الله دقال ممين من إسلامين لكن وحار أقول إنا مسلمين إنا نوتانيسان نحو كنتان أمركيني يتلدينا أنقواص نولانو أمان كنغا مال كنغا ينفتنا إذنكو المسؤول أمارتنا نغا نقطان ووحا نوح كتان ويا مارتني أيا نقول نولانينا ويا رسل حالينا حوفين يا رسل حالينا رسيس حالينا كاسا إيا جزيلا إيا لغاقالي قفك استوء قانقار إيا لغاقالي جزيلا ما قفك مدحيس لغاقالي إيا زي زكاة فتبقى ما قفك مدحيس الله رب إحنا مسلمين ميسه وحا لغا قادي هيا حولي هيسا وانا لوحالي وحا لغا قادي هيا وقفك الشخصي هيسا قفك السوق قانقار يا مارتين يا لي انتا بحي سنتك ها سنتك انتا سالغا ربا قفك السوق قال ومارتين ومارتين مسلمين اكوها صنون وامان يا مارتين وحنا مسلمين اكوها صنون واسئيبي مارتين انا كنت قال لمنين انا مسلمين وعني اتلانا عني حونكا اكوها صنون أيا لغا قانا يا أو قانقار أيا لغا قانا يا مسلمين لكي مسلم أنا وحا لغا قانا يا تابد الكيدة عنو كستو أما قانقار أنا قف كستو أما قانقار هادو أما قانقار يونا أحانين أو إفك أصاب محو عدو شويدي كصاب محي زكاة فدر هل سوس لوكيني يا بر أما لوكيني يا زكاة فدر لغا قانا يا سردكم الكورنا معنا ها وقفك مسلم كان مسلم هو سنة وما زكاة فترك وسنة ما يا
وحي مر قال وليش شيء إلى سوسك الله كيسير وقعدت إنه لو قبل يرى وإعكرتها لا توقف نصنا مسلم أنا وحلقة آني هيا ما لتي زكاة الفطر زكاة الفطر ما هاد إيه دينان ما إيش عاد قال قاتنا وعند كشين أني ذنك قال ما كوسو أنا يسا مثل إسلام ما سوق أنا يسا لما ده هاد إيه دينان لو هتقال مكة لما ده وين من أوقات ولا إما الإسلام وإما الجزية وحصل دحين وهتقال واحد كذا مجرى ما هو الجزية الجزية دي عشور قانين لي عشور يتقن قانين علماء الكور هي وحمد هي جري جزية ها ما أدري ما أعرف رش قفك نقا قانين هاي قال يا قان قال يا والهذلاتي هشيس لا لا كذا لا ناس عيوك على يا بابك عن عبد الرحمن بن عوف وحالي ولا عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صوبانهم أخذها وقال يعني الجزية الجزية دي من مجوس هاجر هاجر مجوس يعني مجوس بحال مجوس يا والثاني هاجر والثاني يا مجوس هو وقوة دبك قار وقوة قرح عابده قار وقوة دبك يوحى عابده مجوس بعد هنا أما تبغى عابد أما لا عابد أما عابد شوف نعم عابد بعد هنا قوة مجوس يا والثاني بعد هنا مركب مجوس ماشي هاجر اللي نادن أن نعم وحنا قاري وحنا وحنا دش كسرك جزية إلى بحيان مرت وحول لقى هذه يا أما وأهل الكتاب اليهود يا نصار يا مجوسية قوة كليت لا مجرد أما وإسلام يا أما وعلى الله يا مشركين يا محيك الله أصور راع إما الإسلام وإما القتال واحد في يمن واحد عشورة لقى هذه هي الجزية أما ويهود أما ونصار أما ومجوسي يوصل شوفوا كتب حلي وويا وعن جزيان يقالي وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها نبي وقالي يعني الجزية عن شورتي الجزية دي من مجوس هاجر ماشي هاجر الليلة يهود الإيمان المجوس جدا كنا أيوك قال رواه البخاري وله طرق مالية في الموطن فيها طرق معينة موطن إنه مالي كسا أروري كقرأ كسوغل إن قطاع إنه سنة كيدوك أي هاي أيا مالتي اياكم سبع لكن حديثكم واصحيح ويا وحي القطاع ما حديثكم واصحيح ويا واصحيح ويا وعن عاصم بن عمرو رضي الله عنه عن انس بن مالك وعن عثمان ابن ابي سليمان رضي الله عنه لما توت ملاك رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي قدر خالد بن وليد سيف الله مسلول سيفتي قالك كم حسنة يا له سيفتي الهي او قالك كم حسنة بل يا له وين يرجع خالد ها الى اوكيدر منك اوكيدر لينا يا الى اوكيدر مالي دومة جندل ماشي دومة جندل لكي هستي بقر كيدا اها ايو ادري ايو نبي وخالد ادري ها فاخذوا اوصوا قبتي وحوين حمين اصوا اوغارسان اوغارسان هيا ايال ما لكل مدون تائي صوقب بحقه خالد وحال لكل مدون تائي اصوا حمين لما صعدوا او اوغارسان لو قيسي وحيالها ما رتي بقر وحشي وحا اوغارسان يا حمار وحشي ايا ما رتي ايا لكل مدون تائي صوقب او صو افدو اوكي سيدي مو ادري نعمل وحي ما الله وشي واسورة قال مريني يا ما رتي حلمة الالهي الهام كانوا الالهي وكو الهامي بيا الله وشي لو ده واسورة قال سيدي مرانو قطي او مرقين ابن حبيل اسوه يكو عوي سبايا ميل بلن او ما رتي بلكون او ما رتي قولي دبق او دن انا اسي حاس كيسا ايا اغاتني ايا ايا دور كو اهلي هيا ايا ما سرتيسا در بيجيدا صو صفتي واحد يسلر رادين هيا مركز هاوين وحد وروحنا وكلم يا عام ولا قدي هيا نعمنا الى يفرق لنا نوع كاني مركز وسود هذه مركز هي وقعت يا عرض مركز عرض وما قال لي كلام حتى وسيد مع عرض هي وحين هي ايوه خالد مركز كور ايمان سيدي ومركز ايوه وقفت سيدي ايوه وقفت وعن عاصم بن ابن عمرو عن انس بن مالك وعن عثمان بن ابي سليمان رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي قدر خالد بن وليد ايو دري الى اوكيدر ما نبقر كا اوكيدر لينا دومة جندل ماشي جندل لينا اما نبقر كيلاها فاخذه وصاقبت من لينا خالد بن مدين وصاقبت بقر كاسيها فاتوا به ويلا كي فاتوا اوكيدر
ciidankii khaalid iyo ciidankiisii bihii nabiga u keeneen ayuu awadaan fa xaqana damahu dhiiggiis nabiga uu ilaashay yaa la taabanin imaadnaa soo gaarsiinay maadna qofka duu maxbuus yahay dhiiggiisa waa in ammaansiiya la badbaadiyaa fa xaqana waa leedahay uu ammaansiiyey maadna uu ilaashay maaratay uu badbaadiyey damahu waa leeda ninkii boqorka ah dhiiggiisii yaa la daadin oo yaa la dilin uuna wasaalaxa wuxuu kula heshiiyey calaa jizyati jizyo rawaahu abu daawud ma muslimi ma islaamiya saabaalina maya buu yiri haddaan islaamayni ogolaan baalina maaratay inaa cashuur aad bixiso sanad kasta inta ooy aad xukuntid oo maad wax alla wixii qaangaar ah inaad aad soo tirisid tiradoodii iyo tirakoobkoodii aad soo gudbisid aad ka bixisid cashuurta aad ka bixisid waay sidii baa lagu heshiiyey ayaa lagula heshiiyey wasaalaxau nabigu wuxuu kula heshiiyey calaa akhdi aljizya jizyadii in laga qaado cashuurtii in laga qaado rawaahu abu daawud yaa xadiidka soo saaray abu daawud ayaa soo saaray maa xadiidka laga qaadanaya yahuudi iyo nasaaradi iyo majuusiga cashuurta in laga qaado jizyada in laga qaado inay banaan tahay ayaa loo daliishanaya xadiis oo laga qaadanaya laakiin ayuu inay muslimiinta ka qaadaan ama muslimiinta qaadis maxaaba keenay maba loogu talagalin o muslim inuu ku hoos noolaado oo uu usoo magangalo gaalo magangelyo uu ugu yimaado oo ammaankaheyti iyo diindayti iyo cirdigeyti iyo xoolaheyti iyo naftayti adiga gaaloo mas-uul iga noqo iyo ilaali iyo difaac may xaaraan wey taas lama ogolo xadiidka nabiga aan soo marayna oo nabigu uu yiri maaratay qof alle qofkii waddan gaala meel ee gaala xukunto ku noolaado oo deegaan ka samaysto oo dega aniga asaga wax banaa ma dhexeeyaan qiyaama waxaan isugu imaanayna male ummadayda ka mid ma aha ane beriga uminhum nabigu waa kii yiri beri baan ka ahay annaga maxaa daalimnimaan ku joognaa iyo dulmi iyo edeb darro ilaahayna waa baryana see nooga aqbalee ilaahay xuduuddiisiiba waan gudubna waman yatacadda xuduuda faqad dalama nafsuhu weeyaan daalimnim baanu nahay marka waa waxaaraa mamnuuca weeyaan dad baaba guryaha ka gadan oo deegaan ka samaysan oo guryaha ka dhisan oo waxeenoo ku noolaanay waa xaaraa weeyaan waa xaaraa qadcana weeyaan aakhara maa rasuul shafiicadiisa iyo ergadiisa iyo wixigiisa iyo xoolkiisa midna waa leedahay ma la haweysanayo iyo wejigiisa toona saasuu nabigu yiri sal allahu alayhi wasalam weliba dadkiina kusoo wadna soo barakacna haddaa heli lahayn maanta soomaali maanta hadda heli lahayn kumanaan maraakiba dhexeeba lawa kan boqol kumanaan geelle ka soddon dabaq intaasoo waxay xamar ku leh meel kasta hal mahareen waxaas layidhi jannada yurub iyo maraykan ee jannadi aakhara lagu sheegay adduunyada ba taal waa la soo xaabay waxbaana heysta saxiix way xadiid waa leedahay waa xadiid saxiix way xadiidka asaga waan mucaad ibnu jabal radi allahu canhu qaala wuxuu yihi mucaad bacaaanay nabiyu nabiga idir sal allahu alayhi wasalam ila alyaman yaman inaad dacwada gaarsiiyo ya ayuu nabigu ii diray yaman buu yihi mucaad sal allahu alayhi wasalam fa amaranii wuxuu ifaray an aakhuda inaan qaado min kulli xaalimin ee min kulli baaliqin qof kasta oo qaangaar oo baaliqa inaan ka qaado diinaaran hal diinaar inaan ka qaado ayuu i amray oo cadlahu waa leeday wax diinaar u dhigmo mucaafiriyan oo marada nooca mucaafiriya la yiraah waa noocoo dharka kamid a mucaafiri baa la yiraah sida soomaalida ee dharka qaarkood ee dhiraa bafto ama maxamuudi ama sabarinti ee maa yiraahdaan oo kaleed sabarinti oo kaleed mucaafiriyan oo mucaafiriyan nooca wali mucaafiriin la yiraah oo u dhigamto qaymaheedu ee maxaa ku iraayay hal diinaar diinaar yaa goonhay halkii maro oo mucaafiri ama inaa diinaarkii naftiisa ka qaada ama marada mucaafiri la yiraa oo hal diinaar u qadamto inaan ka qaada calaa qof kasta oo qaangaara ayuu nabigu i amray oo ifaray hadday islaamnimada ee qaada waayaan laakiin marka hore nabigu wuxuu yihi towxiidka ugu yeer ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu muxamed rasuulullah
هذا أقبلان هذا الصلاة نفر هذا الزكاة نفر هذا الصوم نفر حج كفر ساء وحه أبر أولا هذي دينان أول ما نحن وإن جزياني قاتنا نحن جزياني قالوا وإيا مركز على ذلك تقال لم يحيي غير تسبحان الله تقال لكن مطهر ودلال ونقوم بالله بحيي يا عشور بحيي توحيد كان لهم يرى هذي إسلامي ما قالوا وإيان 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 مركز يا مارتي لو حيري وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحنا معاذ بعثني النبي النبي عليه الصلاة والسلام عز وجل إلى اليمن يمن قدر إلى دعوته يا وحنا أنجارسيه ها فأمرني أوي أمري رسول أن أخذ إلى أنك قاده من كل حالم من كل بالغ قفك سوق أنجاره دينارا دينار إلى أنك قاد وعدله وعود لما دينار معافريا أمرنا معافرين ليا أخرج والي الثلاثة وصحابة ابن حبان والحاكم حديثكم صحيح ويان وصحيح ويان صحيح ويان صحيح ويان وعن عائد وحلوري ابن عمري المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وحوري الإسلام إسلام يعلو وسرية ولا يعلى عليه إسلام السيا سرية وح إسلام كسرية وبني آدم وما وحي مجرى حتى ملائكة بني آدم كسرية ولقد كرمنا بني آدم وإلهين ها بني آمان بني آدم قال الشيء غير هو كان إسلام قويان وإلهي وحي سقاط إلهي رمي ها الإسلام إسلام ذاتك المسلمين لا يعلو أيها كرية ها معي معي أيها كرية لا معي ما أقول أشياء ما وهدين ثائر قاتل إسلام ما لا قاتل أيها أمتي كذا كذا كرمالين ها يهود يا نصارى يا مجوس يا بني آدم أنت كذا صهار أوطان إسلام يا كسر رجع إسلام ما هو أمبريلا نيويا وادلت نيويا هر كذا إيه هوس كذا له سر قالي هاي آه أوروب إيه نعمة إيه برواق إيه لا 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 أروه أو نمان أو واتراش تراش حق آه تراش في إسلام ما تنجرة واتراش تراش بحال لقى ديفا يا بحال لقى هنا يا آه بس أيوة تراش تراش كنا وشيء هايوي أقول زمان مسلم تراش ونقول هايوي واتراش يعني النهاية ها وعن عائد بن عمر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري الإسلام إسلام لمن يعلو وكري وكري ولا يعلى عليه عندك مصر ريس عند الإسلام كسر ريس مجد أسيا وحك سوى إسلام كسر ريس ها هذه الدين هاي هذه شخصيات هاي وحك سوى إسلام وحك سوى كسر ريس ها أخرج والي دانا قلني دانا قلني ما حديث كسوى ساري وحديث أمانتني مانتني إمانتني وحويان صحيح حوية ما حي دين الإلهي وأن إلا دين عند الله إسلام إلهي أكيد الدين إلهي وآمسي وكجرته هل دين أوية ودين إسلام دين لا ما جرته وإلهي أكيد محترف أغلى جهود أنا أقول صحيح حوية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد لا تبدأوها أفر صلاة أردنا تطمع كوها أبتك وانكوها وانا إلا اسك إلى علي ويا اسكت يا مارت نعي يا مات اسم دليلنا إلا اسك إلى علي ويا اسكت يا خشوعة لا تبدأوها كن بالله منا اليهود يهود يا والنصارى نصار بالسلام سلامها كن بالله منا وإذا لقيتم مركان لكم لنطان أحدهم متكون من أو يهود أما نصار يا في الطريق جدك أسيقه ارتماتنا فاتروه أما اسقرب صعبتان أما اسكون يميتنا فاتروه الريحة وأباهي جني أتمات جني إلى أضيق أضيق طريق طريق مش عريقة أنا أبى نين هكلا يا حني هكين استاجن ها ما ركتي ما أبار ماشي أدي ستي هكوا بن عشان إني أسكت لا يعني الدرب أتكو قمت وما بحنه لكن ودنا هأبى نيني هأو كشوع جدك هأبى نيني وهكين استاجن أما الدرب أنت أسكت تيرسي ماشى واسع سيا حسيني ها اما هكا استاغ ماشى ان مال وقف ان اسكو دافي ني اتاي اسو هكا استاغ مو يعني قال يهودي نصاري هذه هكا استاغ ها ماشى مال اسكو دافي كان ان اتاي اسو هكا استاغ دربي ها اسكو تيري هذه مره او جحاج حل هتوس دل يا وحي يا ها افكر هكا اوراني سوري اسكو سمي ادين ها جيت كذا توس وهيسو
وعلى من هنا رضي الله عنه قال محب الركوع قبلها يا يا وانا صوت صوت ما هتنو ايه هتاس هتنو سلام ما هتنو قد موني هتنو كنيرا قد موني هتنو كنيرا ايه ما شبات كالينا اه ولما قال كنو حليين قد موني هتنو كنيرا انا هكون بالله ويهتنو اسمه كنو بالله هتنو هتنو يرا السلام عليكم هتنو يرا وعليك وعلى أورانيسا سلام قمت دانيس لكن شيخ الباني وكلا وحليين وعليكم السلام واتني كرتا لكن ورحمة الله وبركاته وقد المنين تاوى سيئة اي تبي سيئة فكرة يسويا لكن رسول محيولي هكون بالله لنا هدين السلامان وحاكر آدم ويري من الله صالحين أكون سوما الحديث مسلمون وعليكم تها وحاد اترانيم إلا انت بنا وعليكم السلام توسقوا مؤرنا يعني وعليكم السلام هم إيه هلاك إيه ملك مل هكون نعيكم أرنا إياه ويكوابانا إياه وعليكم وحاد اترانيم وإذن إرن إذن كا أيدي كون لعبك صح صح الله وعليكم ما دورنا أنت كورا أنا بحاين ما في سبارة أمر كون هاد سامان رسل نبال إيدينا أم كون هاد أنا حاس كا جونة نسو أمان أقولانا ودن كيني أقولانا أويا رأي أيا صوكا المخاحي لابد أنا واجونا وعليكم السلام عليكم أويا وعليك ويتر أمرك عاجين وحين مودسي قال اسكين يني هي او كون مدو افريكا الامريكان يا وحين ان او مسلمين يعني ساس اسكو سلامان سي اي اسكو سلامان عمل يا اسلام انه يرم لان كو ما ني مسلم او قلدان معي انا اسكو ودان كان هاي او ان الاحدي صوابان مرك انا ما ني ما ني قال ما ني ما ني وعليك ما كان ها ما قال ما يعني ما ها وارو مالك قال اه واسوي ما تاسا واحد سوري ما انا مرك حل ما لي ما يلا ما انا ميغا ما تقاني اقون درا انا ميغا يينا هي انا ميغا انا نو عاس اه وكا انا قوم يا اه ها هذا قال يا مسلم اسكو احنا فيهين اسكو احنا داسين إمام النووي قال كذا وحده السلام عليكم بعد تصور لكن واحد من النيونيسا إنما الأعمال بالنيات ويانه قيام المسلمين يا من النيونيسا السلام عليكم قال آه مو يا قال السلام عليكم مؤرنيس آه هدو هدو السلام عليكم نيران النبي محيره واحد هو جواب نعم وعليكم وقابيع ناسين وعكس سوي عادين وكلير وعكس كنا خاصين مجرم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوله مركا كن مولد إياه بس هون كان يهيان إيه صلاة السلام عليكم وعليكم الله أنا ما قال كن وحوله ما عاد كبر إذن إياه كن مولد إياه كن أفترنون إياه كن أمنين إياه دعاء ما إنك صوت ناي صباح وناسا قلب وناسا وحياء ناي بس هون كان حديما الليلة سجرنا أما تي شرعي هاد أما تي عادنا هاد أما تي وحي وصودك تاهاد نئه وحين يدق سمستين سلام باكو بالله سال شبهة وحين أقعد عرض وأد وحين أقعد عن ولا جود مني هأورني ولا جود ابني هأورني أتني قال دع ما يريمك إلى ما لا يريمك ويا الحلال بين والحرام بين وبين ما أموره متشابه فما وقع في الشبهات وقع في الحرام آه سال من منو قال وحين قام أن نضيف وقال نقطة ولا جود مني هذا هأورني آه أتني يقول لكن ويانا مني إسكتني آه قول مول اسك اه مول اسك اه 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 ساسويا اه وعلى من رضي الله عنه انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تبدأ اليهود يهودكم بالله من هؤلاء من يا والنصارى بالسلام السلام واذا لقيتم مركا لكم انتان تاواتي افك او حضلك او سلامتي افك تي فعل كره تبشن كين واذا لقيتم مركا لكم انتان احدهم متكون في الطريق جد كان سيارة مالتان فطروه أباه قليل الريحة ها ما رثي إلى أضيق أضيق الطريق طريق ماشي سعريري قا عريري قليل وجد كان ماشي واسع ايه وحي قا إذن كو صعد أو مرة ها أسايا عريري قا أما إذن كي استاقو أما عريري إمانة لأنك عريري قا وحي إذن كبرتمها ماشي واسع مرة ها رواه مسلم
حديث كان صحيح ويا ها مسلم وإنه ما نسلم الدين نسيه شرف نسيه شخص ما دي سوا عزيز إنه قوة هذا أيا ما إنه ما هي هي إنه شرف وإنه وإنه قال سند الله يا معه واحد دل إلى سوا قائمة كلهن إلى عد عزيز معه ها أنا أنا ظلم أنا أحد ظلم أنا وحيك لا أنا لا إيمانين وعم سوا وحالي ولا إنه مخرمت يوم مروان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي مع عام الحديبية سنة في الحديبية أيونا من الضحي فذكر أوشي الحديث بطولي وفي حديثك أوحى كسونا هذا كان ما صالح وحوك له شيء وي عليه دشيسة محمد بن عبد الله أنا محمد من هو قرسل له مويان رسولك من لا آمن سنة مسلسة ها بس محمد من علي قرسل محمد بن عبد الله إيمر ومسميني آه تاما إن كرسل إيمان ويا محمد من رسول يعني كله شيء هاد لا دي تاني وهاي شيء يكون رسول إنه كنا إذا لقى له تاهل لا دي تاني ورسول كجر الذي وإذا كجر محمد لا يكون بدلا يا محمد لا يكون كشر ولا إيه أو كشر ها ها ساس محمد يمين النبي ها لكن قرال كان يهي شيء كان ما كي ويان صالح وكله شيء عليه كركيزة محمد بن عبد الله ها وكله شيء سهيل بن عمرو والله قال على وضع والينا حرب والينا دقالك إلا جوجيو 10 سنين طوال سنو واحد دقال إلى نفس قادي وأما ليس سيو ليس أحمره نوال القوة النولانو يا أمان والينا ذاتكو أمان إهل هيا فيها طوال كاسر الأحد الناس ذاتكو أمان إهل هيا حق حق وأما ليس سيو أو يكف بعضهم وكهر هيا نبك وكريب هيا بعضهم قال عن بعض قال كذا وإباتنا كريب هيا أخرجوا أبو داود أبو داود يا مال لا حديث خاص أيا صوصار وانا حديث أمان لا صحيح ويان سوش الباني وعدي حديث صحيح ويان حديث قول لا رائع مركز وحا هشيسك وحا كمينها النجا وحي حق يعني كاقي يمانو وكو يمانو ونجا صور قوستو وانينا يكون راعان فكرتنا لي مبدأ الآمسان لي إنا يكون راعان وكو مرمى يكون تاقيران وكو يمانو فأقبلهم نوصعين كذي أديكنا وحي حق يعني كي يمادو وأنا جا نوع سوق على ومركي هرا كراعي وهذا كان سوق نوع سوق أنا حق أنا جا سوق هذا ما أدي ذكر مين أدي ها ها صحوة مركا وحويان يعني مركا أيادة أه مركا يصير عاد عادي وهذا سوا في جنا مركا يصير عاد عادي أيها البلد نودي إلا أوفيه كي ولي عمر إياه أو بكر إياه ويدي ذن هشيس كأنه نبي أو مارته أو لقاله أنا يا مكسر إنه كفي على رسول الله ما يسود ليرينا لما قالينا ما يبون وحال فينا يا مرك عيالة أه مر وحال فينا يا مسلمين أول يا باور يوحنا إليه يا لفيرنا يا هذي مر قال لقب باور بني ونسكن قال ولا حب بني هاي لا 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 الدنيا ولا ولا كبا وربدي أنا أمر أنا كسينا يا ولا وحنا يا مستحنا كلا على قادنا يا مثل كذا لا أفكي كاتل أفكي كاتل أسوأ إسلام ده واحد يقول نكتي ونس عشتي ما والله حب حنا أفكي نجتني ووح وحق إلهي كهو ودل وأتنو لنا جوجنا نو تري هيو مجد إذا قبس قصة فوق قبسة تملا أسوأ أمد دوراني قال لي مني ما رتين لا إكراه في الدين ويان حتى ما ينهر رشد من الغي ها حق وعدي هاي ها هذا ما حكومة إسلامي وحي نوع ردوم ويراء وحي من بدل دينه فقتلوه ونام ونمر قوى ردني مع اللي ودي هيا لكن هات نتلو يرى أني أما أول أدخل حين محكمة كسار ديني على هاي سني أسوأ وكات تاني هيا سعوية وحكى إن شاء الله قال لمن يمشي هذا على رأسه أسرع دلوله يوم الرمي وما الحقوق ما رأي وكذا لمن أي قار ما إني أي مالي أي نبي قعدي مرك نبي قعدي أي لا بنه لا أبو بصر لا أبو جند لا إني رأي مرك أني قعدي أي النقط هشيس كاس عرض لك لما تجيبين هي والله يقول الله أنت لا يحل كلك هنا لا يحل خير قمر تسوي النائب أين أم الله من مال أحق أو حبت أيو وحن نقض جيت قوس ما أفريست دورك أبقالي هو المشركين أو قالان
كي ماشي سوا مرة من المدينة مكون حيث تك أم كسينا يا كي ماشي ودني مرة هي وشام يا مرة يك آدي لا عيرو راشين يا مرة عيك هي زلا عيم أجدك أكله نف تمرك أكله يا نبي قومي ما دون حيرة هذا نك أصير آه نبكى سو ناك يا ده ويا أو هكرو ما هكرو راعي واحد ولد يا راعي نيقبو أنا كي شال الناس وعد لا يوعني بس سيدي ويوه كالي بس هو تك ماشي فراك آه سيدي وخو إمانو سلالي من يسي وخو قاد ونبي وخو سور نوي آه مركي إلا ديك ديك مر إلهي فرش كاسو أفري ها ساس ويان آه مركي وحالي سوانا وحيد إلا مصلحة هذا مقار إيات ما الله وصيح ما الله وفريستا وحي مرك آي علي وحي أوه يعني ما حال إيا وحي إيا فرش إيا سوي سوي سياسة وحي كالي عد كوة لتي بس محس لحكا وين إيا خير هو حس إلو إيمان هاي يسكون بدالي هاي يو مركي وانا سوو حين إياه أنا لسنتين يا الله سمعنا يا توماسن ما كنت هنا من قالنا وهي شيء سلك عليه وتجعل إلا جوجي أتاي مدني أقوم بنيات واتمان كاسر ما لقى بنيك أنا بس توان كيسر أو أقوم بنيات أنا من وهي شيء سلك عليه أيا قالوا حين هذا حديث قال الراعي أنت على من قالوا حين هذا حديث لقى بني أنا إيه واتمان لا كنت أن قالنا لسنتين وعن مسمار ابن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قوم عام الحديبية فذكر أوشياء الحديث حديث الصور لما يسر من طولي مع طول صور لير حتى نصور قاب شيء وفي حديث كما حاكو سونا هالكا ما كي ويا صالح وكله الشيء علي كركيس محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو أسيا مرقا عيدا وفتي وليش كسر المشاكين أسيا هو قاملي على وضع حرب ما ليس دقالك إلا جورجي حق حق عشر سنين توزر واحد دقال إنه لسعين يأمن فيها الناس تكون أمان إيا نمت قني يكون نولانا ليس أحمرنا ويكوف بعضهم قال كوضو كهانا عن بعض قال كذا لما تدعو كريمة ونكو عدو به أخرج أبو داود يا حديث ناس وصالح وحديث صحيح وياه وأصله وانا في البخاري وهي صحيح ويا حديث وأخرج مسلم بعضه وانا من حديث أنس وفيه وحاكسونا أن من جاء وفي إيدي إيمان ومنكم من كمنا من جاء إيدي إيمان أو منكم من كن كمينا لم نردوا عليكم من جاء أفك لوي ماذا أو منكم من كم مسلمين كمينا محمد يكوح ليس كم كوح لنا كمينا لم نردوا عليكم إذا مسعودون إلى هنا المشركين ومن جاءكم أفك إذا ماذا أو منا أنا مش عرب مشركين كمينا ردتم علينا ونسعود الإنسان ها كي أنا لوي ماذا وحكي لنا كي ماذا محمد يكوح ليسو حتى إذا مسعودون إلى هشيس كوا إلى ولا صحيح ما وايا كي أنا يا نيا يمان أو نقطع أو إني سو قالنا وإنا سو عريسان فاك ومن جاء قفكي جاءكم قفكي إني يمان محمد يكو حدي سو أو منا أنا يا نيا منا ردت موان وسو عريسان علينا تشننا فقالوا وحينا لين أتكتم ما قنيسة أبو بكر يا عمر يا وحينا لين رسول الله أتكتم ما صحيح حساء ما قنيسة ورقتنا هذا أرنكن يا رسول رسول الله موركاس أتكتم يسنا وكي يليسان قالنا قال لهم وحنا نعم ها وانو صحيحة يا وانو قولها يا يشيسك وانلق لها يا وانو قولها يا قال لهم وحنا نعم ها إنه محايين من ذهب قفكيتك او منا أنا نغتر سنة او مسلمين اكمنا او نغتر إليهم حق ونعانا فأبعده الله الله فوقي يو نارت الله كفوقي كاسا وارت كاسا راعي لنا نارت الله كفوقي أما فأبعده الله إلهي ما فوقي نونو عذاب دونه قفك إسلامي من ذو كبحة قال الرئاسة إيا أو قال أقل أو قال إسر بيبو إيا يا مات نمسون قال إيا قفك مات لينا مسلمين لي وانك علي أو قال بان أمان الرئاسة إيا إسر بيبا إيا حديث رسول قال إيا عمارك ها رسول قال إيا أينا ها قال إيا 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 إسلام نك مهم مهد نمو أرهي إيا عن جهة دولة المسلمة الصومالية وين جهة دولة المسلمة الصومالية إسلام قوة نمو دولة المسلمة نورما أقول دم ميس يا وحي يا حي وما على الله عن ذكر فإن الله معيشة الضنك ونحشر يوم القيامة أعمى قال أني ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا لا يمعنى وقد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم التوسع وقفك هدوه ذكر إلهي كتابك يا سنة وكجهزنا إنه استراح إيا النمت قليئ يا هورمر إيا وحي أوهنا لغم ياوه دول اللي قاموا ودي يكون جرا هيا كتابك لقى لقى هات نقف نقف دلوا ولا قصاص قفكي واحد قعدت لقى قوية نمت قليل يا كلام لحني بلاط أو محاكم
كون نبت قديد إياه وحقي نعدي ها ها ما حد نبكر نو كاني كتابك يا سنة دي مالغتين غالي إياه وحي مالنا الراعي تاسع نبك إلهينا أمان طعدنا نمر ونوشي وحنا أمد إيه وحكا نو الدور عدا وبناك هو إمال مد دور قوني يوني مد نباتين أي أحد دونا اسمتين ونو سلاك اسدور قوني تيما نصعد آه تيما صعد وخرج مسلم ما لي بعضه من حديث أنس حان وكمنيه وفي حديثك وحا كسونا أن من جاء قفك إيمان وأن ينو إيمان أو منكم إذن كذن كمنه محمد أصحاب تيسو لم نرده نو صحيحة عليكم إلى أن ندي سوء إذنين نو صحيحة وإنشيسك أقول شذا قات ومن جاءكم قفك إيمان إذن أو منا أنا نغتك وإذن إذن سوء قال محمد أصحاب تيسو سوء قال رددتمو علينا إلى نو سوء إذنين نو صحيحة وين يوي النبي فقالوا حين أبو بكر يا عمر إيه أصحابتي أتكتب يا رسول هذا أتكتب هذا يا رسول الله هشيس قال ميا صحيح إيسا وأويين إيسا قال النبي حين نعم ها والأويين إيه إنه محايين من ذهب منا قفكي ليتقى إليه محق وذا لقى آده أبعده الله الله كفوقي نار الله كفوقي ومن جاء قفكي إيمان جاءنا قفكي إنه إيمان ومنهم أيها كمنا فيجعل الله إلى أويين إيه الله أسقى فرجا فرج يوم مخرج يويه ليا لا يبقى فرد وفرد كي أيها كسوتك وأنا جن سورة سو أنا جن وصوت جن إسلام مرة بو يا هذا عدي نري لا يبقى فرد وفرد هيا وحمو من نقول هيا عدي ثال عدي نك كي لا أنا جن يتو أيه أقولم يا الله نار تكفوجي جانا الله كفوجي ها سأسونا ويرى ومن جاء نوقف كي نوي ما له وأنا سو آده ومنه ما نتني أنا من المشركين الحق وأنا كي ما له فسيجعل الله إلى يحويين الدولة لا وسيق فرجا فرج ومخرجا وعن عبد الله بن عمر حديث كان صحيحوي عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري من قتل قفكي دلة معاهدا قف الشيس للاك قال وأمان مسلمين أكوها صلوات ومسلمين أحد أمان إيسيين من قنية أفديين قفكي دلة لم يرح معرف صرهيه رائحة الجنة إنه قال إسكتاب حتى عرفت أنا ما هي لهاي وتقول كده ها كل راحة سن معي وإن الريحة عرفت أنا لا يوجد حال هنا من مسيرة 40 عاما أفرت الصرق ما الله سعني يا عرفت جنة إيه كاسو قاريسا أدو جر إيه كسو قاريسا جنة إنه قال إسكتاب حتى عرفت أنا يا صحص حالي دي وتقول كده ما هي لهاي ها أو معاهد أو قال أو لكن المسلمين أكوها صنون أمان المسلمين أكوها سجر أو مسلمين أمان سيئة قفكي دورة أمان سيئة إله علم ير وممجلس أو تتمجر أمان سيئة إسلامي هويني أمان سيئة كو حد قدب أو الدينو قفكاسو خلاص هو نمات هو نمات ما أدنا المسلمين إذن كونيو أما وحبائها برامبري إيا تقسين لبو فيني كليد وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد من قتل قفكي دله معاهدا قف الشيس لك وعهد امام مسلمين تؤسيين دله لم يرح ما عرف سنهيه رائحة الجنة الجنة عرفتين وتقول يا ميلي وين الريحها عرفتين وهنني يعني ثانا ورك هذا الشيء وين الريحة عرفتين لا يوجد حالة هنا من مسيرة 40 عاما افرت سنة ما الله سعنا أخرج والي البخاري في حديث صوصاري وصحيح عمي باب السبق والرمي تنوح بابي هاي ترتنكي لا ترتمه إيوه توقتي شيشكي لا ليشامه لغو ترتمه توقتي لوحل ليشامه إيوه أرد ولغو ترتمه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي وحوري عبد الله بن عمر وحوري سابق النبي النبي ترتنسيي وأرنسيي أرد كو ترتنسيي بالخيل فرده التي فرضها قد أمرت أكسسيس لو سميي لعاتيي لبقتو لبقتو بي بقتو دي يعني بير كودي الأول كودي لشكون دي نجيي من الحيفة من الحيفة ماشي حيفة لينا وكان أمدها قايه دونا ماشي يكون إكانا يان ثانية الوداع ماشي كارنكي فانكورتي ذاتك مكة كبحة أو سفر يا آلهي markii la soo gootinayo wasaad la airportka nashmid oo qali iyo qofka markii airportka looga soo laabanayay dadka ma ka kamixay meel buurta tariya waxa leena fanaax ee ku leedo saa uu kala daahsan tahay ayaa la geeyo laga soo laabanaya kaninka
مركي لك يارسي ماشا ما ثانية الوداع كارنكا سنغوت سنغوتسك كارنكيزي فنعديزي فنقرتيزي هالكاس يا مالتني حيفا انتي لغا دردرسية لغا ترتسية لغا أرسية لغا فرص اسكرب جوجي يا للي هيا دردرسية كي تيرا يا الأركا يا طوبر يا ترين مالسينا يا قد أمرت لبوك لالي محال لغا وده فرص كمكي وانتي للناحي مركو عينو عالوال كسوا محلو عينو اللاحو يا عيام عنتني لغا يرينا يا قيل وحرايا وعلا عاتينا يا markay caloshii si qabarkii soo isku dhigan maxay ila haddii caloshii ee weyn markii uu neeftuur ee ma ordigan macnaheedu kar caloshii asa laga ridayaa cuntada lagu yareenaya laga khafiifinaya si caloshii waxan ee uga dhacdo markaas ayaa maalsi loo nusinaya la tartan sinaya ana min umar radiyallahu anhu abd allah ibn umar qaal wuxuu reey saabaq annabiyyu nabiga tartan sinay bil khayn farda allati fardaha qad umrat لا بغلالي لا بردوبي اكسس لو سمي بير كود دبر كود اسكو دجي انت لغا يري من الحيفا الى رب الله اورد كو حيكم بالله يا ترتن حيفا ماشي لينا وكان امدها ماشي كو انا يا رقايه وانا فاي كسو كلا لا بان اي كسو كلا فرين ايا ثانيه الوداع ويا وسابقا وتتسي بين الخير فرده الله في فرده لم تضمر انا الله ما قال لك اجل اكسس الله سمين من الثانية الثانية إلى مسجد بني زريق مساجد غير بني زريق المزريق مساجد كوني يا ماشا كارنك فانكورت إيوه مسجد بني زريق وكان ابن عمر وحوها في من قفوك منها وكجر سابق ترتنك قال متفق عليه رقي فرتها فولها أو ترتنك وترتمعي أيوه كمدا عبد الله بن عمر الحديث كوالين رقي أسو كجر للي يردي فرتها لا ترتنسين أيه يا ما يكون ترتميس عيوك من سين نفتي ساكو جرد ها ها وسابق أبو ترتسي بين الخير فرده التي فرضها لم تغمر أن أكسس الله سمينو الله قاجين أو بير كودين أو كودين اللي سكوت جنو علتنا الله قيرين إبربورا ها سلونا علوشي وين أورانا من الثانية لماشي كرنك إلى مسجد بري زريق يا بري زريق يا ما لمساعد كون يا كرنك أنت نور حي waxay ka soo laabanayaan ay ku ekaanayaan masaajidka kanankay ka bilaabayaan waxay ku ekaanayaan oo lagu ekeenaya oo lagu istaajinaya masaajidka reebari zura wakaan ibn umar wuxuu ahaa fi mandul saabaqa tartasina ay mutafaq alay wazana bukhari qala sufyan wuxuu yiri min al hayfa ila thaniyat al wida ha hayfa ila thaniyat al wida khamsatu amyan wa shan mel أميال ميل كان قادنا عربي كسوق قاد أنت كسوق قاد ميل لي وأميال ها أميال وجمع أو حوي واحد من ميل لو واحد خمسة أميال شن ميل أو ستة أمالح ومن الثانية أمالح ميل أما شن ميل حيفائية ثانية وداع إلا سجناء شن ميل إلا لح ميل ميل وحالي راه والأرض الشادو meel bannaan oo buuri iyo geedan iyo waxba aan leen iyo guri iyo oo bannaan oo fisan inta ishaad wax ka arkayso oo waxa ishaad arkayso ma soo jeedaa ma sii jeedaa muxuu yahay waxaas ma noola miyaa ma noola miyaa aad kala saaraysid oo ishaad ay qabanayso yaa la yiraahdaa meel waa intaas halkii meel waa il arag weeyaan hadda markaa meeshaad ka dhalay meesha waxa hadda il arag kale ka sii bilaabaysa hadana waa meelkii labaad meesha asa lugu tagay saacadna meesha baad ka soo bilaa adi shan meel ama lix meel iyo isu jira xayfa iyo iyo meesha leena thaniyatul wadaa taas weeyaan wa min athaniyat ila masjid bani zuraiqna miil wa miil wa hal meel kuwan waa kuwii buburaa oo ma ordi karaane hal meel baa la siiyo in lagu tartansiiyo ilaa meel dheer fartaan ma aadi karaan way burburan yihiin marka masjid bani zuraiq مساجد المهيب بعدين بما ثمر وان النبي قال ايجره مسجد بني زريق نبي قال محيونه مسجدي هذا مين مساجد كي هدي مسجد فلان حتى شخص لو مو يانا وحقيقه الالهي بعد لكن مجاز اسم الله السي ودلال انه غني يا الله ونستن مو يوا بيت الله وهي حقيقه لكن من باب المجاز والله اورق مساجد كي غير هبل
حمر مسائل كرير والله إيه مسائل كن شيخ ويس إيه مسائل وحي إيه يا إيه نيجر مسائل مصاب بقر إيه انت عاد حصوصنا مسائل ليش عاد السوفي إيه يا إما نما الشرق يا وي فرنانتا مس في هوريري يا وارونتا مركا لكن محل الذين هي وحي ان تقول يا يا بزنس يا عمل دوتك ان تكون حسوم مال الذين لكن نسبنا انا ناس مس فلان مس من فلان لا باس لكن محل الذين هي ان ادو ما سيجار عليه آيتنا آيات يا حديث قوارون ظاهر كان إني أسكو فلا تدعو مع الله وأن المساجد أن المساجد لا فلا تدعو الله نارا وحويان تاس وحويان تدعونا وحويان حقوية لنا ما يعني حكو عابدين إلهي ما عبادة سوحي سوحا إهين أو كان حكو أحسن منه حكو عابدين أنا هو أنا موي حقوية لنا وحقوية ما عدلين الله يموضه ها ها عابدين ويان وحا إلهي ما نوحو جدنا إذن أمرو إذن بني وحكا بحسن هاكو ما هاكو عابدين وهاكو أحسن مينين ويان وبدعا إيا مولين إيا زيار إيا مع قراء أحس قراء فقاء إيا شرك قاس إيا هاكو سمينين ها وحو إلهي كتاب في السنة إينا بنينين وانكو سوى أرورين هاكو سمينين وعدي أقضي آهي مسكحة آهي إيا وحد أدو أنا كونان معايا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا وأساس ويا تيس كمور إمانة يا مرك سائل لو فهم وي وأساس ويا ومن الثانية نوالي إلى مسجد بني زريق مين وان مين ويا وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل فرضاء أوتر تسي وفضل والي أوسر ريسي القرى حوالي لهي كم عينه في الغاية كم عين بحية ها فرس ها باز ما ليه رتيجة قيلة مركو معين بحية معينة باز ما عنا من الورا كان قيلة كفرضها لكن قرح ليه قرح معينة قرح ومعينة فرس كويان وعنو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أوتر تسيه بين الخيل فرده لحظون وفضل أوتري وأزياني وأكرئي القرى حوالينا هاي ماتني فرسكي ماتني معيو وصوب محي في الغاية حق المصافة ايران يا ماتني ماشي وقارسي ماتني واسي وحق ولي هاي وماتني بارقب ولي هاي وطورقالي تاسو مصافة ايو اقول ايريي مثل معنى الله صوب محي رواه والينا احمد وابو داود وصحاب من الحفان وصحاب شيء واحد يشكو صحيح ويان وعلى ميوريتنا رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا سبق مجرى إلا في خف مويان أو نصل فلان مويان يقمون أو حافر مويان قوب أما عدي قوب ستحت نام الوتر تمكرا رواه أحمد وثلاثة وصحاب ابن حبان وعلى من رضي الله عنه قال أبو هريرة وحمل قال رسول صلى الله عليه وسلم لا سبق واحد الوتر تم مجران أو ترتلقوا قال إلا في خف خف مويان قيل خفك وحال غبدا لغها قيل خف او كليت لا وسميسا قيل لغي ما لا عبر خف لغي قيل او نسل قيل اللي قلت طب لما نيف او قيل السد الترسيه وروسيه انت اللي سقرب قيل او اما نسل فلار اما لي قبون اما او حافري قوب فرس يا بقل يا حافر وحقوب كلمه لينا فرس اما قيل اما فالله سدحنا ما ترتد نموترت ميا ها سدحنا هذا مركا لحق حتى وانوك القادن كرا لينكم فرس كيسو تاريه أما فالله يسو تاريه أما فالله إذا ماشي لو على مدي أسيوة أو كنت نفته وأن كان مرسيني أما فرس كيسو فرس كيسو تاريه والله والوسينا يا وحي والوسينا يا لكن إذا وحي إمارتنا سنة خمارك طرف وحي على وحي قال وحي نوك يقول تاوى حارا ويا وحي مباح على سنة شحط نوتنا وحي على عادي تاينا وحي اسك مباح لعين نوك لقانا ماهي لكن ويبرنا لنا
رواه احمد وثلاثه وصححه من حبان وعن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحنا من ادخل والينا فرسا فرس قفكي سو دحجني بين الفرسين لو فرس او ترتميس فرس كان قفكي سو دحجني وهو سو لا يامن ما قال يا امن نقولين لا يامن ولا امن كاهن اما لا يامن انا امن لا اهن اي ما اي يسبق الا هرمره فلا باس به الا هرمره حتى انا امن لها ان ولا هرمره اما انه هرمره هي ان كانت الله كان اوجد وإنه أسوء ديريان أي سورة تقلقني إلا قد ديريان أي سورة تقلقني لما تمني وإن أمن والدن هدين لك آمين يهي وآمن أيهي وهو أسوء ديريان أي فهو قمار وخمر ووحاران رواه أحمد بحديثك صوصار وابو داود وإسلاده ضعيف ويان لو فرص بعد ترتسين أيه فرص التحاد بعد المصوات لأنه أحد ولا لك إيه صدح لي فرس ما نسأل إذا كوا مركوا محلل ذي ناقي أو كنيد ناق صدح لي أن ناق تكفر حاس كيس مرت ناس ونن يوصل قرص أولي يعني ناق نلقاني وإيجا تمارين محلل إن قا همينة إيه لبالي إيه فرحت لنا أديم أقول سنة أنا لك عزيز حرامي كان هو مرت فرس كان صدح حاد وساس ومحلل ها ومحلل هدي فرضاً ترتسم إلى العقبة وقادرية يمكن القادرية ما تنقى السدحات هدي أن أغير إنو تيريني إنو أسوء تيريني إلا قد تيريني إما نمان ورسو قريب نرى لكن هدي لهما وقرنتي أتنا إنو أسوء تيريني وحاران والعقب ما تنقى لدي فرص وقال العقب ودي أسوء وقادرية وحاران تاس وحاران فمنان إلا سؤال عجيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه علي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد من أدخل قفكي سوق جني أو كصادر فرس فرس بين الفرسين لو فرس أو ترتميس سوق نحكي له كصادر أو كصاص التحية تحت هذا الإيم وهو سوى لا يأمن أن آمن لك أهن أن يسبق إلا هرمني إن كانت ألا كانوا أغين إنو تيرين إلا قد تيرين فلا بأس به باس مالي وإن أمن هتنو آمن أيهن وقال لك ديرين واسوء ديرين هي فهو خمار وخمار ويان مركا هو خمار يا مطمنا رواه احمد وابو داود واسناده ضعيف وهي حديث سند نيسو وضعيف ويان وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وحري سمعت رسول الله كما قصد عنه سيقول وهو النبي قال على المنبر منبر كأساري يقرأ واخرين هي منبر كتوشي سنبي واخرين واعدوا لهم الدياري دربنا لهم إلى قتال الكفار قال الله تعلم كذا أديار سنة يا ما استطعت واحد أود نار ومن قوة أود قال الله وحي أن كذا تعلم من هاتين أديار سنة أو قلب كي تعلق يا توبرك أنت توب ها يا قلب كي تعلق أدي الدبابات هاي أدي الغف هاي أدي عينن هاي عينن لا توبر إنسا نات وسات نرافك أكل سوامي الأورنج رواني dan yara meela tagtaan oo laga soo aruriyo qorin doon iyo lama doon bari iyo xaq u jeeda la yiraa oo leena bari dagaal oo eber ku maxaa lama rama taas oo xaraa weeye waa ina waqti dheer la siiyaa oo sanooyin ama bilooyin dheer ma in tababar la siiyaa ha ma taas dagaal loo diri karaa hadna usuuqa ka soo aruri oo soo raa dagaal afka kaga shub taa ayna ma mannaano ha ayna dadani waa'idu diyaar sala lahum laqtaan kufaar gaala la dagaalam koon bas dad min taa awoodan من قوة وحي كران كيلو أول إنا وحما الله علينا نورس وانفاد وياه أنا هو إن القوة قوة نشيق هي الرمي شيش كي يتوقت سيدي وحلو اللي شاملها وحلو توقل لها وإنا أدبرتان ها وأسيد ديار ستان وسيد ديار كروتنا أنا هو يبرارو هي إن أهي يتقى يمسكح نفره إن القوة قوة نشيق هي ها وآيات وآي شيق الله هو شيق الرمي شيش كويان شيش كويان ألا هو إن القوة قوته وحويان الرمي رمي قويان وشيشك يتوك رواه مسلم حديثك وحصوه ساري إمام مسلم وأنا حديث صحيح ويان حديث صحيح ويان كتاب الأطعمة وحقوق بابي هاي رايشك إلا حولي أطعمة
وحين قودن هي او منافع والعلي هي هذين اسك اطلاقه وكتاب الأطعمة والشراب الأوراني عالي حتى ويسون قال هي يش عبيتان طعام وقد عالم وابو مغاوا وحين العلي وحين العبد ها هذا انا مركه على كذا فصلين وعلى كذا سالي او باب الطعام والشراب الأوراني مركه والشراب نقول الله شيغا عبيتان وان لكن هذه لجمعيو طعام كني لو قابسدو ويسو ده قال هي عنتدي يا عبيتان هذا علمني وفهمي هي وكتابي هي على يريد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري كل ذي ناب وحكست أمعي أساحيم أمعيانه أمن السماع دور جوكتا دقاقة عدوتا فأكله عريتان كيسو حرام حرام ويان رواه مسلم وحال لوحي معينه أمعينه كو قرامنه يكون وارسانه ووحكو دينه وكو قلينه معينه يا معينه واكن قوسكي أطحية أنا قرأها يا معيك واكن قوسكي أطحية روش أطحية إن كو حوية وثانية ورباعية وروش وأنياب ومعين معين وكان جوز كل حدا أو في قل أو أكل وولد يالي لا معي من جيلي أرتي اسمه قنينة هي يحاسك هو حكم قنين وح على وحي عدود أو معين عليه ما سوى البحر لا وحي بدر كل نور يحاسك وحي بدر كل ما نكون مجر أسوى هذا سوري ووحي بحر كل نور أو معين وعلى مرد رضي الله عنه وعلى نفسه عليه الصلاة قال لم يحوري كل ذي نام وحكى صامعية وصاحبة أو من السماع عدود ورامه دور جوك دواقية فأكله إلا عنه حرام وحارا لم أعمل الكرم وحارا رواه مسلم صحيح ويان وأخرجه من حديث ابن عباس وحصوصا الإمام المسلم باللفظ لها لم يقول حارا تمين أو نهي لا يهدين إطلاق حرام وكل نعيا أو نهي وزاد وحزي كل وكل ذي مخلاب وحكى صامعية عديانه او من الطير شمبره اسيونا وحارا وح الله وحي عدينه او عدك اوغارسان هيا وح كو ساري هيا وح كو دحر هيا او عدينه او شمبر دولا اسيونا عدتان كيس وحارا وحي مانتي عدينه او عدينه كو قرابان هيا او كو اوغارسان هيا او شمبره هكامي يا تكا هل الدلام اللي يراه هل الدلال اللي يراه إنك صلي وتكا عروش يا مدح يا كعد اللي نشنتي ما رت حرمك يا حلق ماشي لا نقول دلالة أثني حدني تكا أنا ما أعرف والله ما ماشي جلس يا حلاني من صلاة هنا هل الدلام اللي وانا لك وأخذ جوا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من لفظ لفظ كذا وحاق سؤال عن هي أبي هريرة عن أهل لها نمو ممنوعي وحارات مي وزاد وحزياني وكزياني وكل ذي مخلاب وحكى صامع وساحيم او من الطير شمبره اسير عنيتان انسان وحارات مي ونهي وممنوعي وعن جابر رضي الله عنه تذكر حديث صحيح قال وحول انا جابر لها رسول كناي ما حارات مي يا سيدي اسكمان حارات مي هي اسكمان هي هي بالوحي وما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى ويعلم الشديد القوى لها رسول ونهي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ما يا خيبر على لحوم الحمر الأهلية دميرها لا تقضه إلا لو دميرات مجرى يلا والله حمر الوحش حمار حمر الوحش إللي وزبران ودمير فان خاص وحلال هذي كيس بقر الوحش وقسيه وحلال أسوله بقر أنس يا بقر الوحش حمار الوحش يا حمار الأنس هي كذي أنس وكم بني آدم لا تقم الله نور الله استعماله الله رد حمار الأنس وحاروي ما أومد مركز ورا حلال وهجرة سنة إيه تطبعات إيه هجرة كهر خيبرة كهر دميرة هين بكل حلال وأول عرجرة سنة كلاس عيال يا عيال حرمي وانكو على يعني ودبدم مجن وما عليه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قبك باهي ممكن يسمى الظروف أو نفتي سيرون إن نو دافار كم وعليه يا دميرة سكت نام هذه نفتي سباهي إنها كم وقترة وكبقي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكنا وكم بتشرع ولهين يوم خيبرة أي رسول أنهي على لحوم حمر الأهلية دمينها لا تقنيه البهد إلا عنه دمينها لا نقضه هل يبقى إلا عنه إياه مدعدة هذا الشيء عادي أي كل نقمان لا إياه هذا مدعسان هي إياه هو أيها أيها أنهي إياه خمرنا عبتان كان هو ساكن منها وما أنت ويهور والعب جرى خمر عادي مهد وأذنه وإذمي في لحوم الخيل فرطه هل يبقى
Soomaaliya dad madaxda inaa dameer waa xalaal ee baqad ee faras waa xalaal hilibkiisa waa la cunayaa waa imkuna yaab oo ilka koor u leeyahay qoraha dhalaya ayad leeyahay xadiiska ku soo aroor wixii ilka kooraan leh waa xaaraan lama cunayo xagee ku soo aroor may ilka koore Soomaali waxay ilaahay ilka koore in ku meeyraayo macay ma oranin ila macay koore hoos ma ku taal hoos xoolo iyo xalaal oo dad leeyihiin meesha yaalaan doofaarkii iyo dameerkii baqtiyeyna meesha yaalaa ama hawa noolaadeen xoolahan inaad qaadan xoog xaqna ku qaadanay wax mumkin calooshaadu ku fidan laakiin wax sahay iyo wax ziyaada lama rabo isii baan hadduu qof la joogo hadduu ku diido xoog intaad qabataa intaad ka xoogtaa jeebkiisa wixii ku jira aad la bixinaysaa waxaad marka aad ku noolaadaan qada ama laba jeer qada way ku goonaysaa inaad ka bixisaa ama neef baa xoog kaga qaadan waa laga cafinayaa oo xaq baad ku leedahay man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir fadhiyuhu min dhayfin sawma waa waajib martida aad qofkii ku soo martiye oo waxaysa inaad maamuusi inaad karaamays hadaan ilaahay qiyaama baahi waana heeso maqdigi waa xalaal maqdigi ma hada xalaal oo u jeedaa oo xoolaha waxa maxaa baxdu jeedaa ka wixii asiga markaa naftiisa wax ziyaada lama raa wuxuu markaa ku noodaa oo sadu rama oo nafta uu ku joojinayo waa uu ka qaadanaya ya hadduu ku dilay markaa baqtiga aan cunaysa hadana nafta aan ku waayis baqtiga aan ha aan cunaysa ha laakiin hadduu uu ku dilaynin waa ku xun ما هو الوجه سنة وامر أقود الحق وحو إيماني ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية إلا عنه أي حارة ما يممنوع الجوجي وأدرأوا إن في لحوم الخيل فرداه لبكون إلا عنه متفق عليه وفي لفظ البخاري ورخص أورصعي لها بدل كيدي ورخص أوفصحي أورصعي عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى المزني رضي الله عنه وأصحابه كذا النبي يقول كسل لي أصحاب اللهم صل على آل أبي أوفى أوير عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال وحنا قد زونا وأن دون لي مع رسول إلهي أن أقول لجر أياد دون لان يأتاك ويرن أياد تغني سبع قزوات تدود دون لان ورسول أبحي أياد الرعني تدود دقال وهذا لا أكون أن أقول عنينا الجراد أيح كران كران أيح يعني عنينا ده عمل ما نوع حتى لا تنو بقتي لو بقتي أو حلاش وأي حق يا ملايك ميتة تاني حلالاني دماني حلالاني لو إيك أو حلال حتى هاي وبرك يا بريان بيرك لو إيك فريستوي يمكن سمي سي أي أنا حلال أمي إيك لو حلال أمي جرو أو ما ما نسكت ده وين هي أما العبا يا ما نسكت بعنا هي وحي صوم هذا الشيء ممكن مجرى وعن من أمي أوفا رضي الله عنه قال وحنا قزونا وأن دون لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع قزوات تتود دون لان لا أكون أنا أعرين الجراد أيح متفق عليه ما كون انتي أو بقت أمياء مرة رأي انتي واصورتك ما من الله ما واصورتك بسكو جرين واصورتك وعلى رسول الله رضي الله عنه في قصة الأرنب أرنب وحال أنه أن بنكيلا أنقا علم القرآن بنكيلا يكون فسرا أرنب أرنب هو وحم ما لمسلولي ما 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 هو صحوي وأرنب بنكيلوي وعلى رسول الله رضي الله عنه في قصة أرنب بنكيلها والسنيسي قال نبي وحور فذبح قال وحور على رسول الله فذبحها أبو طلحة وأدير بيرات كيف أدير بيرات كيف وأدير كيف بنت بنت عليك إيه قها وأك سامادو أنتنا لين على نكى هو يدي قرصة وعابين مين هذا كي هو يدي قرصة وعابين أبو إياه أدر بنات واحد لما أدر أن أبها لا تلينه هو يدي قرصة قصب وأدر خوف النقطة ما ولا ما أبا ولا كي ما إن أدر كي ما وقف يصير عادي هو يدي قرصة أدر ما لين
أدير بينات العلماء دي جنة ناس أنا ما أقضي جنة ودنا سامع مرقى أبو طلحة أنا سمن مالك هو يدي أبو قمي أبو طلحة أهل عبيد الله فذبح مرقى سو قورعي أنا سبا سوق نؤكل أبو طلحة مرقى سو قورعي فبعث أدرى أبو طلحة بوركها سنتين هبس كذا سنتين أيوه أدرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأقبله وقال ما عني وصورة قال ما عني أما تتكلم سيئي ما تبهت وأقبله وحلال وي أما عنا ما يون عني فقبله وأقبله وقاتل هذه الله كان ومن كان ونما سنتيس من كان سنتيس الله كان نبي هذه الله كان وقاتل وأقبله وعلى رسول مالك رضي الله عنه في قصة أرنب من كان لها من كان لها قصة نيسي قال وحور أنس فذبح أبو طلحة وقبر عسى أرنول بسواق من كان هي يا أبو طلحة وكان هي مركز وقبر عفوا بعث وقدر مركز بوركها سنتين وقدر إلى رسول رسول إلهي مقدر سنتين وقيم إلى رسول صلى الله عليه وسلم ها فقبل متفق عليه نبي وأقبل وأقبل عليه نعم وأقبل عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عبد الله بن عباس نهى رسول الله الى ان نهي صلى الله عليه وسلم عن قتل 40 افر الا دله تلك هذا او ممنوع ومن الدوام والصعدك حيوان والصعدك او نولها او ارضها دشه كو صعدت تلك هذا او حرمه او ريمه نهى رسول الله نهي صلى الله عليه وسلم عن قتل 40 افر لا ينتود تلك هذا ومن الدوام والصعدك كم النملك ورانجد ورانجد الا دله نبي او ريمه او ممنوعي الا اسك الى اليوم وراجل دخل اما ان لو استاذ والنحله شلنا طب انا بكسميه شلنا دل كده والهدهد بوم بوم والسوره دي غالير هدهد وامد ملح وين او صومالي بوم بوم يحبني دي ام ارمان ها هدهد كنا سوره كنا وغالير يا وحبني نادان ساسه كفسيره انا كتاب ما يعرف اهل اوي يعني صار انا افهم سنة يا ما عرف حنا يا ما عرفت اوي يا را اوي قانان انو ديفرين هاي او وكان دوي هاي نوات عقدنا هدود كي هاي قان منك مدح وين نم حالنا كهود هود لما يبوبو غرغر كلام على غرغر هو كان على بس هو يا قال قال لك كين هذا يعني أما سورة غرغر كان كني أما قال لك كني وكان لين هود هود كانوا بوبو قاية مال أما تاوس أفرتام والهود هود 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 يا وسوردي سورد كل كرك أما جلركاس أفرتام دل كود نامي هو حرم أي هو ممنوع رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان أي أصوات وأنا سيدا وشيء حديثك وحوية صحيح وحوية يدل الحديث على تحريم قتل هذه الأنصار نوعها دل كود حارا لمدينة وحديثك إلى التسعي على أربعة يا وتحريم أكلها إلا عنا حارا لمدينة وكل ما نهي عن قتله وحال وحي دلك يسال الرامي ومن الحيوان نولاء يا وطير شمراء يا والحشرات الصعد عيان يا وما إن لم يكن الأهل ومن أذى فإن حسنا منه نحسنه ها الإعتداء والأذى والأذى عن قتل ولو بيد والله من صوصار هو ذو هذه قال لي أركاي وحبي علماء يجري galeer ku inta uu ka weynaa maalmada galeer ka weynaa walbu waxa galeer ummi galeer ku fasiray jireen fasirki culimadu ma raacayna inuu u akhri ani galeer gaaska saas weeyaan waan imi abi amar sahih wa hadith waan imi abi amar imi abi amir radiyallahu anhu qala wuxuu qultu li jabir waxaanu ire adabu sayyidun huwa ruwaaga waraaba asa ugaarmiya bal ugaarsanaya ruwe ama waraabe dadna waraabe u yaqaan dadna waxa wax xuno dhanba waraabe la yiraa
dhurwa la iwa dhurwa haa ilaaha bay ay wiyan haa qultu waxaan li jaabir ibn abdullah adabu sayyidun huma asaw mala waarsanaya oo mala cunaya oo gaarmiya qala wuxuu li jaabir nacam haa qultu waxaan ma qala rasuul marsuul ilaahi ma ka maqasho yiri hal la cuno qala jaabir wuxuu li nacam haa yaa kala oo waxa waa xalaal ama waxa waa xaalad dhahay oo rasuul iheen rasuul sayyidun dhurwa waa xaaran هذا كورا مدار دور يتوسل لغا جوغا يا ايد الله الصحوران هي شو امال ما مال ما حفظ ودان امال ايري ان روا انا كما ورهيني روا يا ولا عن كرا وا حلال مركاس سومالي او دار اسكو دخ روا هو حلال تي او ايد الله الصحوران هي يا حسن مختار ما يقول شي احمد روا يا ورا ما لا عن كرا مركاس هي ها ورا ما هي توعد اي ولا عن هي شبو إيجي أنا ما أقول إلا ويول بارع هاي لا عمر ما 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 يا شو قبل ما يا فتوى ولا روا جوال عوني كارا دوا على أحكام أو كوار شافعية ولا عوني هذا من هاد كده ذي ذي ويا إن لا ما قال روا جوال يوحي إيجنا وراء واحد روا شافعية من هاد كده ذو أخذ جري وكان تقوم نري نادي عن حولها عمري نبني نيجي لا أحد يسكت ما كلا قال ما كوا كوا استثنوا يا مرك الله صور ريم كانوا واسم شيء ولا خصص ولا صور ريم الجملة التي هر يو وحي كي يعي استثنى كي يعي الله صور ريم الله صور خصص شيء لا صار وجبنا وعن ابن أبي عامر رضي الله عنه قال وحين قلت وحال اللي جابر الضبع رواك وراء ما وراء ما سيد هو ملأ أغارسنا يا ملأ أغارنا يا قال وحنا جابر نعم ها قلت وحانا قال ورسول مسؤول إلهي بين هلأ أغارت قال جابر وحنا نعم ها رواه أحمد والأربعة وصحاب البخاري وابن حبان وصحيح ويا حديث وحديث أو صحيح ويا حديث صحيح ويا وحديث صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنا عبد الله بن عمر سئل وحال سؤال عن القنفذ كشيتن وهي كشيتن يا بيرد وقضى حياه ها وضح لنا فقال وحي ها نبي هذا سؤال ها قل وحال لنا لا أجد ما هي فيما أوحي ما لينه إلى يوال محرما وحي لي إيه وحيوني هذا حديث لا إيه هذا آية القرآن طيب وحاران تمين هي وكشيتن وحاران لي ما ننهلين ما أركن قولين ما أركن لا مرتم حيويان إني حلال تاي وين وحيد العام سوى نوع عاصم كذا إني حلال تاي وين يا لودن الشرية هذا حديث واضح في ذي وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه وعلى سؤال وعلى ويتني عن القنفذ فقال وحيد قل واحد لا أجد ما هنا ما أركن فيما وحي وحيد وحيد إلى يعني محرم وحارم حارم من المهجة سورة دون عام آية نبقونية أفرتني يا شلال ها فقال الشيخ محوري للعضية وعند وقت نساها سمعت لما أدام مغنى عبد الله بن عمر أما هرين أبو هرين يقول أسؤالي ما مقاشر ذكر وعلى الشيخ ما شاء الله وصوها للقالي وقال وقال الشيخ كيستي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال محوري إنها عيده نبي محوري من النبي أكتسا نقول الشيخ كيستي وما شاء الله ولا شيء كيست كشيت لنا فقال رسول الله إنها يده خبيثة وقر ووسق وحاران ومن الخبائث حاران ذي حاران حارون حرام ذا خليل قر ووسق أي ما وسقولك أيه كمل له ووسق وسق يده كمل وحاران وحاران يده كمل فقال ابن عمر وحي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كير هذا فهو كما قال واسد وشيء وحاران أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف لكن حديثك مصر ما لما تنام حديثك ضعيف يا هي حاران تمين هي ما الله قادر هي هو حاران لما تنكره هذا حديثك صحيح وأهال لها وحاران تمين هي لكن ما تنام حديثك ونحن صحيحين أو ضعيف يا هي ما الله حاران تمين هي هو حاران لما تنكره رواه أبو داود وإسناده ضعيف حديثك سواء ضعيف وياه ضعيف وياه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال لها رسول صلى الله عليه وسلم رسول إلهي ما ممنوعي عن الجلالة حار عنتنا
حارتا قطنا حار عنتنا يا وألباني هاي هلب كذا إلا عنا دقاي هاي جيل هاي لو هاي أري هاي وحي حار عنا ودقاي عنا حار تطيع عنا ما حار كحولها هدي حار الجيل إياه حار كأري إياه كمان اللي جاسه ما حارم ما لا يحار ذات إياه يا وحي عنا ما رتني يا وا لا أصلا وحار وين إلا عنا وألباني ها عن هذا إلا قمه وحار حولها عنا هي حارك ذات وحيالها هذا عنا هي هني بكي سنة لما عني كره عنه سنة لما عبي كره لا يا إيه ما لما عني لما يعطيه له لا 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 يعطيه من واحد لاني أو عن ثلاث سنين أو واحد لسنة أما واحد ما لي أنا أنت ما تيجي نروح رأ أو واحد لقصاره أو إيه ما يعني كم حاول داق كذي وحيالها كذي عنده ولا عنا لا يعطيه ما كل نوع شيء أو راشين قتني قريسة إيه حاركاس إيه ما رتني ما لعني كره عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال وحوري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنانة حار عنتنا إلا عنا وها حارك عنا يا حولا إلا عنا حاروي وألباني عانه سنة إلا تم حاراويا أخرجه الأربعة إلا النساء أمي وحسن وثرمذي حديث كواسا ويحسن ويا وعن أبي قتادة في قصة الحمار الدمير في قصة ديسي الوحشي الدمير وحشي قاء حمار وحشي قاء دمير دوريت قاء قصة دي خصة بسنين وأبو قتادة وسود سواء محرم أهين فأكل منه النبي نبي أعنى متفق عليه أدنى لكن النبي سببك سوء سوء وارسنة وحرام معنى لكن يتلو إسكو وارسنة واسوء إسكو تلك النبي أمو تلك يلي والنبي سببك سوء أسود وارتاس نبي الله حلال محرمين دور الله حلال حجاج لكن يتلو حجاج نكون مرتقان وارسنة وكا حرام معنى كرام ها عليه معانا يا ما يحار عن تلا ما يحولا حار من الله دي أري دي يجيني ها ها حولا يعني عانا لما ما نهلك كيس الله عونه هدو حار عونه هلك كيس الله لما عونه كان عاني سنة لما تمي كان بس ها يا هو هذا لم يحق أي قوى حيوان الله يجيني أري هتني بهين حار كاتت وقال الله ما لا يلبس كعونه يا حار ما هي وحوم ما يسمى له وعن ابن عمر رضي الله عنه أنها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الجلالة المالية وذكرنا نعيشة إن شاء الله يا وألب ما وحجز وألبانها عانى هذه البكيسة حيوان ما كنا نعونه ما نحال كتاتك حال انت قال وحلاص لما عونك هو حال انت مين نبي أخرج الأربعة إلا النساء وحسن وترمذي وعن أبي قتادة في قصة الحمار والوحش قصة حديث كن إيرائي قصة بسنة قصدي ما دمير دورك فأكل أعلي من حق نساء النبي وحبوك عليه البيس أصدقوا محرم وصوح حجي أو قتاد وصدري لكن النبي أمتنا كان أصدقوا إسكي سئياء أدش أمارتين أعلي نبي أمتنا كان أمسوا أغار نبي قدرت أمسوا أغار سنين أصدقوا أغار لكن أكان النبي أصحاب نسعد محرم متفاو عليه وعن أسماء بنت أبي بكر قالوا رحمة الله وعلا نحرنا ونقلنا ونقورنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فرسا فرس حين نبي قلنا لا فرس ما نقلنا فأكلناه ونعنا متفق عليه هنا بكي سبع نعنا وحلال ويمرك فرس فرس كيو نبي فرس كيو ضبدي ماشي أرنب كيو صوما إنه ونحلالي فرس ما فأكلناه فرس ما نقلنا أسماء بنت أبي بكر واحد لني وانو عني فأكل الله وانو عني متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال وحني أكل وانو عني الضب ما هيش الضب هذا لينا الضب هذا عرب وحيوية قانا ويري وحين على ما قائم من أو ما مثلا نويت لينا عن أهل وصوماني إيه جوت وأتكلم لنا عشاء أتكلم لنا منه أكل وانو عني الضب على ما إذا الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ميس كيسا ولا قال رميس بكفتنا ما إذا قال وحينا لحيرة حيرة سيما فصل على ما إذا ترسل رسول الإلهي ميس كيسا أما حيرة ديسا ما إذا أيال وعني ما شاء عينا ضبنا بس يقولوا لي أما ريالوكنا متفقوا عليه لا رسولكم معني مرك الله كياني وعلى صهر إيجي مرك يا قعد مرك مسوطة يا وش يا جمال إسلام وش يا جمال وهذه ميمونة بن حارث رسول
مرقس رسول الله واحد هلب كان مكانه يسا محيي مكانه يسا وما سنقولي بعدين عبي سنقولي ويا ريالو مرقس اسكت محلال ما محرام ما محد يتيد مرقس حرام ما هاي أنا يديان أنا يمشي الدين عاد أمنا اللي هو معنا وكان وحينا مرق واحد عاد عاد أنا واحد اللي ما يسأو لا عاد من اللي هو جرك كان سيني لا تنا هو جديد لما تمني والله يعني حرام تمينين حرام ما أدودينين والله نفط إيه كسيرين واسجى كدي رسول الله وودي لي إيه وودي لي حديث كذا شيء غاية معلن أبي سلوني عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي قال وحي أن الطبيب الطبيب حين دي سالا إلى وعري مدينة أن الطبيب أن أختره يا واحد داوي واحد طبيبه أيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع هل راه طاهر راه علينا أيوة نبي السؤال يجعلها وياه في الدواء داون وكنت لها يا أرهال أيوم حنين ذات كان كنت داوية عانكيس داوة ذات قرية أما واحد ذات كنت داوية وكنت لها فنها أولهي نبي عن قتلها رها إلا الدينو رها إلا الدينو نبي أولهي وحي دلتكيس نبي أولهي من لعنك لحارة ويا ويا أخرج والي أحمد وصحاو الحاكم وأخرج أبو داود والنساء حديث حديث صحيحة ويا مرق نبي أولهي ما تدل كيسة ما تدعوة من قرية شيء حرام ما تدعوة من قرية اللهم إلى ضرورة يتو واحد كلا لوايا سي بقتي حرام شاها حرام كون نقول هي أدي واحد كلا لوايا إلى تايمويا سبحانك الله وبحمدك إن شاء الله.